مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الإعلامية الخاصة التي تجريها قناة صلاح الدين الفضائية هذا اليوم بمناسبة يوم الاقتراع العام عبر برنامج انتخب الأصلح، يوم الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات المحلية المقبلة 2023. فحياكم الله مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا الكرام أينما تكونوا في ربوع وطننا الحبيب. سوف نكون معكم على مدار هذا اليوم بأكمله ومن خلال تغطيات متعددة معي أنا ومعي زملائي الباقين، الزميل وليد المدني وزميلي ياسين الربيعي، سنكون معكم طيلة هذه التغطية من أجل إيصال الصورة الأشمل والأوسع عن الحدث الأبرز والأهم على صعيد المحافظات العراقية، ألا وهو يوم الانتخاب أو يوم الاقتراع العام. لا ننسى أيضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، سوف يكونون معنا مجموعة من المحللين السياسيين والمراسلين من مختلف المحافظات العراقية من أجل إيصال الصورة الكاملة وما يدور في هذه المحافظات من إقبال من قبل المواطنين على مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم من أجل اختيار الشخصية الكفوءة القادرة على قيادة المرحلة المقبلة ومن أجل الإصلاح والتغيير. أيضا يعني هواتف البرنامج سوف تكون مهيئة أمامكم على مدار هذه التغطيات لاستقبال استفساراتكم وأسئلتكم ومقترحاتكم ومداخلاتكم عن يوم الانتخاب أو الاقتراع العام. هذه التغطية سوف تكون مثل ما قلنا حية وبالبث المباشر وكاملة وشاملة عن أبرز ما يدور في المحافظات العراقية في يوم 18 من كانون الأول الجاري فيما يخص تقريبا 15 محافظة عراقية تجري فيها الانتخابات المحلية. أحبتي المشاهدين، مثل ما نعرف أنه اليوم هو يوم مفصلي ويوم مهم ويوم إيجابي، وإن شاء الله يعني مثل ما شفنا أنه مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين وأمام المواطنين منذ ساعات الصباح الباكرة تقريبا من الساعة 7 لغاية الساعة 6 مساء، ونتأمل كل خير بمواطنينا الكرام، وإن شاء الله نشوف النساء والشباب والشيوخ وكل من يحق للتصويت نشوفهم بأن يذهبوا إلى مراكز الاقتراع وأن يدلوا بأصواتهم مثل ما قلنا من أجل اختيار الشخصية الكفوءة القادرة على تقديم الخدمات، على إنصاف المواطنين، على قيادة المرحلة المقبلة نحو بر الأمان. يعني لا يخفى عليكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، لربما كان هناك بعض التذمر من قبل المواطنين أو قبل الناخبين بالفترة الزمنية أو السقوف الزمنية الخاصة بالتصويت أو الاقتراع. يعني هناك من قال أنه في ساعات الصباح الأولى لربما بسبب البرد القارس وبسبب الضباب ويعني تعثر حركة السير سوف يكون لربما الوصول إلى مراكز الاقتراع بشكل أصعب، لكن نتمنى أنه كل هذه المعوقات وكل هذه المشاكل وكل هذه التحديات ما تكون عائق أمام المواطن وأمام الناخب حتى يذهب ويدلي بصوته وينتخب من هو الأصلح لقيادة المرحلة المقبلة. هناك الكثير مشاهدين الكرام من المحاور والفقرات المهمة اللي راح نقدمها ونشوفها معاكم سوية طيلة
هذه التغطية، وبداية طبعا مع زيارة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وهو يذهب إلى مركز الاقتراع ويدلي بصوته من أجل المشاركة الحقيقية والفاعلة وإيصال الصورة الكاملة لمواطننا الكريم بالذهاب إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم. خلونا نذهب مع هذا المقطع الفيديوي للسيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أثناء الإدلاء بصوته في هذا اليوم المهم، خلوكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء شكرا جزيلا لكل وسائل الإعلام اللي رافقت العملية الانتخابية وغطت مفرداتها في كل محطة. اليوم يوم وطني، نبارك لأبناء الشعب العراقي هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني الذي تأخر طيلة أكثر من 10 سنوات. الانتخابات مجالس المحافظات تمثل استحقاق مهم لتطبيق اللامركزية الإدارية وتمثيل أبناء المحافظات في الحكومات المحلية وتمكينهم من إدارة شؤونهم. بالتأكيد المحافظات كمجالس ومحافظ بما ينتج حكومة محلية هي ركن تنفيذي ثاني للدولة، وتساعد بشكل كبير للحكومة في تنفيذ برنامجها التنفيذي الحكومي. لذلك أدعو أبناء الشعب العراقي للمشاركة، المشاركة الفاعلة في اختيار الأكفى والأصلح وممن يتمتع بمواصفات النزاهة والإخلاص لكي يكون ضمن هذا المجلس المهم الذي يمثل المحافظات ويؤدي واجباته وفق الدستور والقانون، ويكون مساند للحكومة في تنفيذ البرنامج. طبعا الحكومة أنجزت ما عليها، وهذا جزء من واجباتنا ومهامنا نحو تعزيز الاستقرار السياسي. الحكومة أكملت كل المتطلبات اللوجستية والأمنية، وهنا نشيد بدور أجهزتنا الأمنية التي
بذلت جهود استثنائية في تأمين العملية الانتخابية وتوفير الأجواء السليمة للقوى السياسية للمرشحين أثناء الحملة الانتخابية وصولا إلى هذا اليوم المهم والذي تنتشر فيه قواتنا بمختلف صنوفها وتشكيلاتها في كل محافظات العراق من أجل تأمين الظروف المناسبة للمواطن لممارسة حقه الدستوري وكذلك للمحافظة على العملية الانتخابية. أيضا بذلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جهود كبيرة واستثنائية في سبيل إنجاز كل المتطلبات التي توفر لعملية انتخابية شفافة ونزيهة وعادلة، ونحن نثق بإجراءاتها التي تتفق مع القانون. إذن شاهدنا معا يعني مواطني الكرام ذهاب السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بصوته في هذا اليوم المهم، ومثل ما قال واستمعنا بأنه يوم الانتخاب واستحقاق مهم وتطبيق للامركزية الإدارية، وفي نفس الوقت حث المواطن على الذهاب والإدلاء بصوته واختيار الشخصية الأصلح. نعم، لأنه المواطن اليوم هو جزء من العملية السياسية وجزء من تشكيل الحكومة المحلية المقبلة، فعلى الجميع أن يذهبوا إلى مراكز الاقتراع وأن يدلوا بأصواتهم من أجل 4 سنوات مقبلة يا مواطنينا الكرام. يعني مثل ما قلنا هواتف البرنامج مهيئة أمامكم من أجل مداخلاتكم ومشاركاتكم في هذه التغطية الإعلامية، ومعي اتصال. ألو نعم. ألو نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. أستاذ، أنا مواطن من أهل صلاح الدين. مواطن من أهالي صلاح الدين، حياك الله، تفضل. أسكن بلد عزيز بلد. عزيز بلد، حياك الله وبأهل عزيز بلد. أستاذ، أستاذ عزيز بلد منطقة مهجورة. زين. منطقة لا معتنين بشارع. زين. الله يسلمك. الشوارع محفرة، كهرباء، التيول مقطعة. زين. الطنبة تطلع السيطرات، لازم مرة ماكو وياك مرة. المرة لازم ما تروح البلد، لازم مفتشة تفتشة والمفتشة ماكو. زين. طيب. زين، وفد إجراءات يعني تعذيب بالشوارع محفرة، الطلاب يروحون للمدارس يعني طين الدرابين والشوارع. طيب. يعني وضع خدمي سيء مثل ما يعني سمعنا من جنابك الكريم، لكن يا مواطننا العزيز اذا تسمح لي. نعم نعم. طيب، اذا هذه اليوم يا مواطننا العزيز بانه كانت فرصة امامكم اهل المناطق المتضررة اللي تعاني من نقص في الخدمات او سوء الخدمات بان تذهبوا وتختاروا الشخصية اللي تقدر تخدمكم خلال 4 سنوات مقبلة مواطننا العزيز، مو هذا الصح؟ مو هذا الأصلح؟ أستاذ. نعم أسمع. نعم أصلح. إحنا أنه ننتخب، ننتخب إحنا نروح. زين. بس ما دا تغير الوضع، ما يتغير يعني نفسه هو باقي. طيب، ما يخالف يا مواطننا، اليوم مثل ما شفنا يعني طيلة الحملة الانتخابية هناك كانت وجوه جديدة، وجوه جديدة على الساحة السياسية وأهل شهادات عليا وأهل اختصاص وأهل خبرة وكفاية، والمواطن يقول ربما نتوسم بهم خير خلال الفترة المقبلة.
طيب احنا اخر انتخابات كانت بال 2013 واليوم احنا ب 2023 بعد 10 سنوات. طيب ما هذه اليوم كانت فرصة امامنا، انا ما اجبرك انه تذهب ولا اجبرك انه تقعد في مكانك، لا انا اوصل لك الفكرة الاصح وانت اكيد راح تفسرها بما هو الاصلح لجنابك ولعائلتك ولمنطقتك واهل ديرتك. فكانت هذه اليوم فرصة، هناك كانوا الكثير من المرشحين من يتمتعون بالنزاهة والشفافية ونتأمل بهم خير خلال الفترة المقبلة. أطلع وأروح وأنتخب وأجرب صوتي، أنت ما خسر الشيء، تقول أنا ما غيرت، طيب هذه فرصة وجرب حظك، لربما أنه تكون هناك فرصة من أجل التغيير وتقديم الخدمة لحضرتك ولجميع أهالي عزيز بلد ولكل المناطق اللي تعاني اليوم من سوء الخدمات. نعم وياي اتصال آخر، أبو محمد من واسط، حياك الله يا أبو محمد. صباح النور وأهلا وسهلا أبو محمد، تفضل. حياك الله أبو محمد، حياك الله. أريد أسألك، ذهبت اليوم إلى مركز الاقتراع وأدليت بصوتك أنت وأهلك وناسك، لو ظليت قاعد بالبيت يا أبو محمد؟ نعم. لا لازم يكون هناك تغيير يا ابو محمد، ولازم يكون هناك اصلاح. صحيح التغيير يصير من خلال شعارنا مرتب، شعارنا فقير، بس لازم يصير ما حاجه مغيبي. ثق يا ابو محمد، ثق يا ابو محمد انه مواطننا الكريم، انه مواطننا الكريم اليوم صار على يعني مقدرة عالية من الوعي ومن الإدراك، وقام يفرزن بين الأبيض والأسود ومن هو الأصلح ومن اللي راح يقدم له الخدمات. بس لكن أنت تطرقت إلى مواضيع مهمة حقيقة وملفات أهم، اللي هي موضوع المغيبين، العفو العام، بعض النازحين. طيب هذا اليوم شلون نقدر يعني أن نجد حلول لكل هذه المعضلات يا أبو محمد؟ من أين تأتي النتائج؟ من أين تأتي الحلول لهذه المشاكل؟ عندنا مغيبين، عندنا مهاجرين، احنا ما نحكي والله تعال انتخب وهذا وتعال نحكي على شارع وعلى متسر، هذا مو عم نحكي على شارع توينا ومستوصف ومتسر وكذا، عندنا ناس مغيبين، عندنا ناس يسكنون بالقاع. زين. هذول خفية هذول. يعني أنا أفهم من كلامك يا أبو محمد أنت عازف عن ال أو عندك عزوف من ال الخروج والذهاب الى صناديق الاختراع والادلاب. اي لا 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 طيب لا نوصل الانتخابات، عندنا مغيبين وعندنا مهاجرين وعندنا مساجين وعندنا عوائل نساء تركت، عوائل مهجرة. اكيد هذه ملفات يعني ما نقدر يعني نتخطاها، وهذه الامور يعني ما تحجب بغربال، اكيد هناك الكثير من المغيبين من المفقودين. اليوم عندنا ملف قانون العفو العام، عندنا بعض النازحين، يعني نتمنى من الحكومات المقبلة. صح كلامك صحيح، كلامك صحيح ومنطقي وواضح يا ابو محمد، واحنا همينا مثلكم، يعني احنا سلطة رابعة نوصل اصواتكم. اكو ناس ابرياء تحت السجون واندمروا، صحيح تعبت عوائلهم وانتكت عوائلهم. وانا اشكرك، اني اشكرك يا ابو محمد من واسط، اني اشكرك واشكر صراحتك. وملاحظه صغيره، نعم حضره جنابك، البطاقه الناخب الهسه اللي هي الاومتريه هاي ببلاش. طيب والبطاقه الوطنيه تصرف عليها فلوس. بطاقة الناخب ببلاش طبعا، يجون فيوت سعودي تعرف بطاقة الناخب وبطاقة الوطنية بفلوس فيها ويتعبونك. ما انت وانا اشكرك. انا اشكرك ابو محمد، شكرا جزيلا لك
وتحياتنا لكل أهلنا في محافظة الواسط الحبيبة. يعني مثل ما شفنا مشاهدينا الكرام، هناك من لديه عزوف وعدم الرغبة إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواته للكثير من الأسباب والمسببات مثل ما شفنا وسمعنا. نعم، قبل ما يعني أذهب مع اتصال آخر، المفوضية العامة للانتخابات أكدت بأنه لكل مواطن الحق في استبدال ورقته الانتخابية في حال حدوث خلل، وأيضا بنفس الوقت تعهدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعلان نتائج الاقتراع الخاص والعام غدا الثلاثاء. راح أجي أفصل هذه النقاط وهذه الأخبار العاجلة مع جنابكم، لكن بعد هذا الاتصال. ألو، نعم، منو معايا؟ أبو حسين من مخيم يثرب، حياك الله يا أبو حسين. السلام عليكم استاذ احمد، شلونك؟ حياك الله يا ابو حسين، كل الهلا بيك، يا مرحبا. الله يسلمك استاذ حسين، انا من مخيم عربة النازحين، مخيم هاشمي مسلمانية، مهجرين احنا من ناحية يثرب. المهجرين من ناحية يثرب، تمام. احنا انتخبنا من يوم السبت. زين، طيب، يعني طلعت ورحت وادليت بصوتك استاذ احمد، بزعت ارواحنا، صار لنا 9 سنين مدي 10 سنين وهالبرد كتلنا، واحنا على قاعدين برقعة خامة. والله يعني الله يكون بعونكم وعوض النازحين، انتم كل عائلة تعويض ضائم شدي، ها صار لنا 10 سنين ما حد قال لنا بعد. وقت الانتخابات يجون استاذ احمد الغالي. نعم نعم، بس مع ذلك يا ابو حسين، يعني اخونا العزيز، أنا حسب ما افتهمت منك أنه يعني ذهبت إلى مركز الاقتراع وأدليت بصوتك، صحيح؟ انتخبت. أبو حسين وياي بعد على الخط. نعم نعم أستاذ أحمد، رحنا كل أنا والعائلة. أحسنت، نعم، انتخبنا وجينا من الساعة 7 صباحا. يا استاذ احمد، هذه ملت ارواحنا، صار لنا 10 سنين جوا الخيمه وكتلنا البرد. الله يكون بعونكم يا ابو حسين، والله يكون بعون كل نازح اليوم بعيد عن بيته وبعيد عن ديرته وبعيد عن ناسه وبهذه الاجواء اللي يعني اللي ما ترحم حقيقه، بحر الصيف وبرد الشتاء وقله الخدمات وغيرها وغيرها وغيرها. انت ابن اوادم، انت ابن اوادم وانسان طيب، كافي ملت ارواحنا كافي. اذا ابو حسين، ابو حسين اذا تسمح لي انا اريد استغل هذا الموضوع مع جنابك، وانت رجل فاهم وعاقل وعندك يعني بعد نظر، شو توصل اليوم من مناشده عبر قناه صلاح الدين الفضائيه في هذا اليوم المهم لكل من يسمعنا من الساسة ومن الحكومات فيما يخص موضوع النازحين يا أبو حسين؟ أريد أسمع منك. أبو حسين، أنا أشكر مداخلتك وأشكر صراحتك، والله يكون بعونكم، يعني 10 سنوات مو قليلة من النزوح والتهجير فنتمنى باشر عقبة من المرشحين اللي شفناهم طيلة الفترة الانتخابية من يسلمون ويقعدون في كراسيهم، أول موضوع يشتغلون عليه هو رجوع النازحين إلى مناطقهم المحررة. ما معقول اليوم نازح في بلده أو مواطن عراقي نازح في بلده، هذه عليها علامات استفهام وعلامات تعجب كثيرة، فنتمنى أن تكون هناك التفاتة حقيقية وأن تكون هناك التفاتة جادة من قبل أصحاب القرار في حل هذا الملف والكثير من الملفات اللي يعاني منها مواطننا الكثير. طيب، يعني أيضا ينضم معنا عبر الهاتف الشيخ نضال الحميدي، أحد شيوخ عشائر مدينة تكريت. حياك الله يا شيخ نضال. الله يحييك أستاذ أحمد. حياك الله يا شيخ نضال، ونقول لك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك وصبحك الله بالخير. والله بالخير والرحمة، يا مرحبا يا شيخ نضال، أنت دائما معروف عنك
معروف عنك بصراحتك في الكلام، وكانت لدينا لقاءات كثيرة خلال الفترة المقبلة، وتحدثنا في تفاصيل تهم مواطننا الكريم. فأريد نعرف اليوم شي يقول الشيخ نضال الحميدي عن الانتخابات والخروج بهذا اليوم المهم والإدلاء بصوت الناخبة والمواطن. تفضل يا شيخ. بارك الله فيك. أول شيء الأخوان اللي تحدثوا قبلي، نعم، اللي النازحين والمغيبين، هذا حقيقة الناس حقهم هذا. طيب. ونقول احنا البلاد مالتنا أو عراقنا العظيم الطهر بدماء طاهرة زكية. طيب. وحقيقة نقول ليش يضيعون هذا النصر العظيم؟ خلي كل من يرجع لمكانه، خلي الأساتذة والناس والمسؤولين تسمعنا على مستوى العراق. نقول خلي كل من يرجع لمكانه. طيب. وانطوا حق المغيبين، إن كانوا غايبين وما موجودين، المتوفي أنطي المتوفي، خلي كل عائلة شوف حقيقة دربها وتمشي بحقها. طيب. النازحة رجعوا، فلنحس بحلاوة النصر. أها. لأنه انتصرنا وحررنا البلاد. طيب. على مود ترجع الناس كل من لها له. احنا الشخص الملطخ أيضا بدماء العراقيين هذا نرفض، احنا ما نريد كل الشعب العراقي. أكيد أكيد. واني من خلال قناتكم المحترمة. طيب. أحس أهلي ومحافظتي محافظة صلاح الدين، وحس العراقيين على الخروج المشاركة بالانتخابات والانتخاب، وانتخب الشخص الوالم والشخص الأمين والشخص الشجاع، وغير يجب أن يكون عندنا التغيير. هذا أنا مناشدة إلى قناة صلاح الدين، ومناشدة إلى كل إخوان العراقيين، وأخص بالذات مدينة تكريت، مدينة العريقة، مدينة تكريت. طيب. أم الرجال، الأبطال، أم التاريخ، أن يخرجوا للانتخابات. طيب. وأن يشاركوا بالانتخابات. ويختاروا الشخص المناسب في المكان المناسب. شيخ نضال، والله يحفظ العراق، والله يحفظ مدينتنا. وإن شاء الله أهل المدينة أهل غيرة وأهل نخوة، أنا ابنهم وشيخ أحد شيوخ المدينة ووجه من وجهاء المدينة، أحس وأتنخى بأولادنا وبرجالنا وبنسائنا الطاهرات، أقول لهم اطلعوا وشاركوا واخرجوا، اخرجوا وشاركوا بالانتخابات. هذه فرصة، يعني حسب ما أفهم من كلامك شيخ نضال، انه هذه فرصة اليوم امام المواطن حتى يغير، حتى يصلح الحال لربما قدر المستطاع وقدر الامكان يا شيخ. لكن مثل ما معروف عن عشائرنا العراقية الاصيلة، دائما هي السند للدولة ولها مواقف كثيرة وعديدة لا تعد ولا تحصى. فنريد ايضا نعرف اليوم موقف شيوخ العشائر من الانتخابات بشكل عام بنظرك يا شيخ نضال. حقيقة احنا صدرنا بيان. طيب. احنا كشيوخ محافظة صلاح الدين. زين. مديرية شؤون عشائر محافظة صلاح الدين. طيب. بقيادة عميد عبد. عبد سلمان مدير شؤون عشائر، صدرنا بيان بالخروج والتغيير هذا على مستوى المحافظة. وعلى مستوى تكريت أيضا في ديوان أهل تكريت، شيوخ مدينة تكريت ووجهائها ومثقفيها أيضا تنخوا برجالها وبشبابها وبنسائها وبلغوا كل. زي. والشيوخ أيضا الشيوخ. طيب. أبروا ذمتهم من هذه المسؤولية أمام مدينتهم وأمام أهلهم، قالوا اطلعوا وشاركوا بالانتخابات. طيب. وغيروا وانتخب الشخص المناسب بالمكان المناسب. نعم. الله يبارك بك شيخ نضال على هذا الكلام الجميل وهذه الطاقة الإيجابية،
ونتمنى أنه يتم تطبيق كل هذه التوصيات وكل هذه الأمور الإيجابية اللي تكلمت بها جنابك الكريم من قبل المواطنين في محافظة صلاح الدين وجميع المحافظات العراقية بالخروج والذهاب إلى مراكز الاقتراع واختيار الشخصية الحقيقية. أنا أتمنى أستاذ أحمد، نعم، أتمنى أن تعيدون مال الشيوخ، الدائرة مال الشيوخ. حاضر حاضر حاضر، أن تعيدون بيان الشيوخ على قناة صلاح الدين حتى تكون هذه تذكرة لأهل المدينة. الله يبارك فيك. نعم حاضر حاضر شيخ. الشيخ نضال الحميدي، شيخ عشيرة تسابق حسنية الأشراف المطر في محافظة صلاح الدين، كنت ضيفا عزيزا علينا، وشكرا لجنابك الكريم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. يعني مثل ما استمعنا إلى شيخنا الفاضل الشيخ نضال الحميدي بأهمية الخروج في هذا اليوم من أجل التغيير والإصلاح على جميع الملفات والقطاعات والمحاور، وتلبية لمناشدة الشيخ نضال الحميدي، خلونا نذهب مع هذا البيان الخاص بوجهاء مدينة تكريت فيما يخص الانتخابات، ما لها وما عليها، ثم نعود لتكملة منهاجنا في هذه التغطية الخاصة. خلوكم معنا. من المظاهر الإيجابية لنا جميعا المشاركة الجادة والفاعلة في كل ما يخدم المجتمع ويؤدي إلى بناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وتقدمه، مع التحلي بكل درجات الأمانة في تقديم كل ما من شأنه رفعة الوطن. ولا تبقى سوى أيام قلائل على أداء انتخابات مجالس المحافظات، لذا اجتمع شيوخ عشائر تكريت ووجهائها ومثقفيها في هذا اليوم المبارك الخميس الموافق 14/12/2023 في ديوان أهالي تكريت، وبعدما مداولة موضوع الانتخابات بكل تفاصيله تقرر بالاجتماع حث جميع المواطنين على المشاركة الفاعلة والإيجابية فيها، وينبغي أن يؤديها كل مواطن ويدلي بصوته لمن يستحق ويراه قادراً على تحقيق مصالح المحافظة وأبنائها، ومن يتحلى بالصدق في التعامل وأمانة في الأداء وخبرة في العمل السياسي والإداري، ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه في الاختيار الأفضل، وعلينا أن نثبت قدرتنا على الممارسة الديمقراطية في أعلى درجاتها، وبما يثبت عن عمق وتاريخ وحضارة هذا البلد وهذا الشعب العظيم. ونقول حان الوقت لإجراء التغيير الفعلي لواقع مدينتنا تكريت، ونهيب بكل أبناء المدينة تحمل المسؤولية التاريخية للمشاركة، ونذكر أنه من غادر المدينة عليه العودة قبل يوم الانتخابات للمشاركة الفاعلة في الإدلاء بصوته. فالواجب علينا جميعا أن نكون صادقين في اختيار من يمتلك الحظ الأوفر والقاعدة الأوسع للفوز من أبناء مدينة تكريت، لما فيه الخير لمدينتنا الأم تكريت وأبنائها، ومن الله التوفيق. مجلس شيوخ عشائر تكريت.
إذن مستمرين معكم مواطنينا ومستمعينا ومشاهدينا الكرام، ومثل ما قلنا هذه التغطية الإعلامية الخاصة التي تجريها قناة صلاح الدين الفضائية هذا اليوم بمناسبة يوم الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات المحلية المقبلة 2023. أيضا رئيس حزب تقدم السيد محمد الحلبوسي يذهب إلى مركز الاقتراع ويدلي بصوته في محافظة الأنبار، وبنفس الوقت يحث المواطنين والناخبين على التصويت بكثافة واختيار الشخصية الكفوءة من أجل الإصلاح والتغيير. فمشاهدينا الكرام خلونا نذهب مع هذا الكليب اللي عدونا إياه كادر التغطية واللي هو معروض أمامكم في محافظة الأنبار وفي كافة ذهاب السيد في بغداد محمد الحلبوسي وفي ديالة وفي كل المحافظات رئيس حزب البصرة تقدم إلى الذهاب إلى في محافظة الأنبار تحديدا والإدلاء في صوته. نعم. والمهم أن الكل يحضر هذا اليوم إلى الانتخابات ويعبر عن رأيه بديمقراطية في صلاح الدين في كل المحافظات. العراق بحاجة إلى أبناء وبحاجة إلى شعبه لاختيار الخيارات الصحيحة التي تقدر على إدارة المفاصل المحلية عبر انتخاب مجالس المحافظات. توقعون اليوم مشاركة راح تكون كبيرة جدا بإذن الله؟ تكون طبعا بإذن الله ستكون المشاركة عالية لاعتبارات كثيرة لأهمية الانتخابات واعتبارات أخرى. كم سيكون عدد التقدم في الأنبار؟ اليوم إن شاء الله تبين عبر إرادة الناخبين وسيكون الفوز ساحق بإذن الله. يعني مثل ما دلاحظ مشاهدينا ومستمعينا الكرام هذه اللقطات الحية والمباشرة اللي توصلنا بشكل دقيق عن ما يجري في المحافظات العراقية اللي تشهد هذا اليوم تصويتا عاما من أجل انتخابات مجالس المحافظات المحلية المقبلة. ونلاحظ السيد محمد ريكان الحلبوسي رئيس حزب تقدم يذهب إلى مركز الاقتراع ويدلي بصوته من أجل إيصال صورة إلى كافة المواطنين بأنه الأمور تمشي أو تسير بإنسيابية وشفافية عالية دون حدوث أي نوع من المشاكل والمعوقات. أيضا وصلتني بعض العواجل مشاهدينا الكرام. عماد جميل رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات يقول بأنه المفوضية أنجزت جميع مهامها لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وكذلك يؤكد على وجود انسيابية عالية للتنقل ووصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع في بغداد وجميع المحافظات العراقية، وأيضا يؤكد بأن أصوات الناخبين هي مؤمنة والمفوضية اتخذت جملة من الإجراءات الدقيقة لضمان شفافية العملية الانتخابية، إضافة إلى يعني هذه العملية تشهد اليوم تغطية إعلامية محلية ودولية واسعة. مثل ما قلنا يعني مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين وأمام المواطنين لاستقبالهم من أجل يعني الإدلاء بأصواتهم واختيار الشخصية الكفوءة والشخصية النزيهة. أيضا نلاحظ في هذه الصورة مشاهدينا الكرام رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي أيضا يذهب إلى مركز الاقتراع ويدلي بصوته، وأيضا راح نشاهد إلى تصريح خاص بعد الإدلاء بصوته مثل ما هو معروض أمامكم مشاهدينا الكرام على الشاشة. وهذه اللقطات الحية والمباشرة لكل أبناء الشعب العراقي الذين تضافرت جهودهم من أجل تحقيق هذا الحلم الكبير في انتخابات مجالس المحافظات ولمعالجة الخلل الذي أصاب محافظاتنا بانتهاء المجالس
التي كانت تساهم إلى جنب المحافظين في إدارة المحافظة ومشاريعها وخدماتها. كما أوجه شكري الجزيل إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولكل القوى السياسية التي تضافرت جهودها لإنجاح الانتخابات رغم الصعوبات الطبيعية والمستحدثة، ولكن أيضا أقدم الشكر الجزيل للحكومة التي أيضا تضافرت جهودها مع الجميع من أجل تحقيق هذا النجاح الذي كان يراه البعض غير ممكنا. والشكر الخاص والكبير للمرجعية العليا الرشيدة التي وقفت إلى جنب دعوة المواطنين ودعوة الجميع للمشاركة في هذه الانتخابات. وأنا أقول أنه لنجاح والحمد لله. البعض ما كان يتصور أننا سنصل إلى مثل هذا اليوم وإلى هذه الساعة التي وقفنا فيها أمام صناديق الانتخابات واخترنا من نؤمن بصلاحه وصلاحيته، ولكن في نفس الوقت إن كان هناك لا يزال بعض إخواننا وأخواتنا بسبب أو آخر قاطعوا الانتخابات أو ليست لديهم رغبة بالانتخابات، أدعوهم أن يتوجهوا ما دام الوقت متسعا لصناديق الانتخابات ويشاركوا فيها ويستجيبوا لنداء الجميع الذي يدعو الجميع إلى المشاركة بالانتخابات، لأنها هي الطريق الوحيد الذي نستطيع من خلاله نكمل عملية البناء والإعمار والخدمات. العراق اليوم ينتقل من مراحل مرت عنيفة وصعبة، ولكنه باستمرار التصدي والعزيمة على الالتزام الجدي الدستوري بالقضية الانتخابية هو هذا النموذج الذي تتحقق على ضوئه الديمقراطية. نقول الديمقراطية ونقول الحريات ونقول بناء الدولة ونقول كلها تبدأ من هذا الصندوق، صندوق الانتخابات الذي هو الحكم الفصل وهو الذي يحقق الرغبات والمطالب والاستحقاقات الدستورية الوطنية التي نعمل من أجلها حماية لبلدنا وتحقيقا للاستقرار والبناء والخدمات. وفق الله الجميع لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، كان هذا التصريح المباشر لرئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي، وهو يدلي بصوته ويحث المواطنين على الذهاب بكثافة إلى مراكز الاقتراع وانتخاب الشخصيات الكفوءة. يعني مثل ما نعرف مشاهدينا الكرام بأنه انتخابات مجالس المحافظات هي جزء مهم من العملية الديمقراطية، ومثل ما نعرف أيضا تجري هذه الانتخابات كل 4 سنوات، فهي اللي تحدد مصير المدن وتحص يعني تحدد مصير المحافظات العراقية بشكل عام، لأن مهام هذه المجالس تتمثل في تشريع القوانين واتخاذ القرارات وإدارة المواد أو الموارد المحلية الحكومية وتوجيه السياسات العامة في مختلف المحافظات العراقية. إذن خلونا أنه نعرف حجم المسؤولية اليوم اللي تقع على عاتقك يا مواطننا الكريم. أنت مثل ما قلنا جزء مهم من تشكيل الحكومة المحلية، فاللي نتمناه أنه تخرج، احنا بعدنا في ساعات الصباح الباكرة أو ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم، فاذهب أنت وأهلك وناسك وأحبابك، ولربما تكون هذه الفرصة هي الفرصة الحقيقية من أجل يعني الإصلاح والتغيير وتقديم الأفضل خلال المرحلة المقبلة. خلينا يعني نتذكر يا مواطننا، أو خلونا نتذكر التهجير والنزوح اللي مر بينا خلال الفترات الماضية، وقلنا بس نرجع إلى ديرتنا وإلى بيوتنا وإلى مناطقنا، احنا نعمرها بيدنا، وثقوا بالله المناطق ما تعمرها غير أهلها. فاليوم أكو الكثير من المرشحين من هم يتحلون بالشفافية والنزاهة ووجوه جديدة، خلينا نعطيهم فرصة ونشوف ايش راح يقدمون للمواطن خلال 4 سنوات مقبلة. يعني ما يخفى عليكم مشاهدينا الكرام بأنه هذه الانتخابات هي تشمل 15 محافظة
من أصل 18 منها محافظات أقليم كردستان هي غير مشمولة بهذه الانتخابات المخصصة للمحافظات غير المنتظمة بأقليم. ومثل ما قلنا احنا وياكم طيلة هذه الفترة وطيلة هذه التغطية الإعلامية الخاصة وهواتف البرنامج مهيئة أمامكم من أجل الاستماع إلى آراءكم ومداخلاتكم حول الحدث الأبرز لهذا اليوم، يوم 18 كانون الأول، يوم الاقتراع العام. أيضا لا ننسى بالفضل أو تقديم الشكر الجزيل لقواتنا الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها ومسمياتها، حقيقة وهم يؤدون واجبهم بأتم الوجه ليل مع نهار من أجل بسط الأمن والاستقرار في جميع المحافظات العراقية. أيضا لا ننسى الجهود الحثيثة اللي قاعد تبذلها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل تقديم كل ما يمكن تقديمه من أجل إنجاح العملية الانتخابية لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، وينضم معي الآن عبر الهاتف الأستاذ جمال عقاب المتحدث الرسمي باسم حكومة محافظة صلاح الدين المحلية. حياك الله يا أستاذ جمال. أهلا دكتور أحمد، صباح الخير عليك وصباح الخير على قناة صلاح الدين الفضائية. حياك الله، أنت على الهواء مباشرة يا أستاذ جمال. نعم. وأريدك تخلينا بالأجواء، كيف هي الأجواء لديكم في مدينة تكريت بشكل عام وعلى وجه الخصوص يا أستاذ جمال، تفضل. شكرا لك دكتور أحمد. الحقيقة بدأت عملية الاقتراع الساعة 7 صباحا اليوم في مركز المحافظة وفي الأقضية والنواحي الموجودة فيها. طيب. ونسبة الإقبال حقيقة تتفاوت بين قضاء وقضاء، يعني نسبة الإقبال في قضية شرقاط وناحية العلم، قضاء العلم والمعجيل وجنوب المحافظة جيدة، في وسط المدينة بسبب سوء الأحوال الجوية الآن الضباب. طيب. نسبة المشاركة ضعيفة، ما يخص الإجراءات الأمنية الموجودة المتبعة حقيقة. طيب. إدارة المحافظة برئاسة السيد المحافظ رئيس اللجنة الأمنية والقيادات الأمنية الموجودة الآن. طيب. كانت عدة لقاءات يعني عقدت قبل عملية الانتخاب أو يوم الانتخاب، وعدة خطط لهذا اليوم. والآن نجد الحمد لله القوات الأمنية منتشرة بكل صنوفها لتأمين وصول الناخبين وتأمين مراكز الاختراع. هذه العملية الديمقراطية حقيقة هي عملية اختيار مجلس محافظة. طيب. في بعد أن توقف لعدة سنوات، صلاح الدين بحاجة إلى أن يكون لديها مجلس و أعضاء من العاشطين من أجل حقيقة النهوض بواقع المحافظة بسبب ما تأثرت المحافظة من أعمال تخريب خلال سنوات الماضية بسبب دخول عصابات داعش المجرمة إلى هذه المحافظة وأثرت بشكل كبير على البنى التحتية. ما يخص المراكز الموجودة حقيقة المواطن يجد يصل إلى مركز الاختراع بشكل سلس وسهل جدا بسبب الإجراءات البسيطة الموجودة. الآن في مركز المحافظة بدأت حقيقة يعني يفود المواطنين تتواصل بالوصول إلى هذا المركز. طيب. تحسن الأجواء الجوية الآن ساعد على زيادة عدد الناخبين الموجودين. هو هذا سؤالي عذرا عن المقاطعة أستاذ جمال، يعني هل هناك إقبال اليوم من قبل المواطنين على مراكز الاقتراع، سيما احنا مع بداية ساعات الصباح الأولى؟ يعني مراكز الاقتراع صار تقريبا 3 ساعات الآن على الافتتاح. نعم. الآن بدأت يعني وصول المواطنين بشكل أحسن من الصباح. ذكرت لحضرتك الآن يعني احنا لدينا مشكلة هي سوء الأحوال الجوية وسط. طيب. المدينة نوهت على هذا الموضوع. ضباب. نعم. كثيف. الآن بدأت الحركة حركة المواطنين بشكل أكبر ووصولهم إلى مراكز الاختراع. نتأمل خلال يعني الساعات الباقية الأخرى أن تكون أعداد الناخبين أكثر وصولهم ومشاركتهم، ومن خلال إذاعتكم الموقرة. طيب. ناشد كل المواطنين الموجودين في عموم المحافظة، هذه فرصة تاريخية لن تتكرر بعد 4 سنوات، بالتالي المواطن عليه أن يختار من يختاره في هذا اليوم. المهم هي المشاركة واختيار
الشخص يعني الأنسب سواء كان امرأة أو رجل في تحت قبة يعني مجلس المحافظة، وهذه العملية الديمقراطية يجب أن تكون المشاركة فيها أكبر في عموم المحافظة، لأن الحقوق تأتي من خلال المجلس وتشريع القرارات والقوانين اللي خاصة بالمحافظة وبأقضية المحافظة تكون عبر مجلس المحافظة. بالتالي المواطن هو يعني له دور كبير في صنع هذا القرار من خلال اختيار الشخصيات اللي يعني خلت تكون الوطنية. استاذ جمال، يعني حسب الاستطلاعات اللي شاهدناها كانت هناك نسبة كبيرة من المشاركين بيوم الاقتراع الخاص، برأيك يعني هل سنشهد اقبال واسع من قبل المواطنين فيما يخص الاقتراع العام؟ الاقتراع الخاص كانت نسبة المشاركة فيه حقيقة أكثر من 76%، وهذه نسبة جيدة قياسا للسنوات الماضية. نتأمل أن تعرف العسكر يختلف عن المدني يعني لأسباب كثيرة، وبالتالي احنا نتأمل أن نصل إلى هذه الأرقام، يعني على الأقل أن نتجاوز 50% على نسبة المشاركة، ونسبة المشاركة حقيقة تعتمد على وعي وثقافة المواطن من خلال مشاركته بالعملية الديمقراطية في الانتخابات. وأكرر يعني مناشدتي ورسالتي إلى أهلنا في عموم المحافظة بالتوجه إلى مراكز الاقتراع من أجل اختيار الشخصية اللي يختارها ويجد فيها الكفاءة على حمل الأمانة وعلى اكتساب الحقوق. أستاذ جمال، أنا أريد أستغل وجودك معنا قدر الإمكان. بما أنه جنابك أنت اليوم المتحدث الرسمي باسم حكومة صلاح الدين المحلية، برأيك ماذا تحتاج صلاح الدين خلال المرحلة المقبلة ونحن نعيش اليوم الحدث الأبرز والأهم يوم الاقتراع العام؟ أستاذ دكتور أحمد، ممكن تعيد سؤالك؟ لأنه أقول يعني ماذا تحتاج محافظة صلاح الدين خلال المرحلة المقبلة بما أنه أنت جنابك الكريم المتحدث الرسمي باسم حكومة صلاح الدين المحلية ونحن نعيش اليوم حدث مفصلي مهم ألا وهو يوم الاقتراع العام؟ أكيد تحتاج الكثير. محافظة صلاح الدين فيها نقص كبير في الخدمات، قطاع الصحة وقطاع التربية وقطاع الكهرباء والبلدية. نعم إدارة المحافظة عملت بشكل كبير على أشياء كثير من المشاريع خلال السنة الماضية وقبلها، لكن تبقى إدارة أقضية ونواحي المحافظة بحاجة إلى خدمات أكثر، بحاجة إلى تشريع قرارات قد تخدم المواطن بشكل أكثر. تعرف حضرتك إحنا مرينا بظروف صعبة خلال السنوات الماضية، بالتالي ضاع القانون وضاع القرار، أثرت هذه العصابات على صنع القرار، بالتالي تحتاج المحافظة إلى بنى تحتية، إلى مستشفيات من الدرجة الأولى، تحتاج إلى شوارع، تحتاج إلى جسور، تحتاج يعني إلى تعتقد أستاذ جمال بأنه البيئة ستكون مهيئة بعد الانتخابات لتنفيذ كل هذه المشاريع اللي تكلمت عليها جنابك الكريم؟ نعم، احنا جنابك إذا تسمح لي، احنا قبل الانتخابات كانت عندنا حقيقة أكثر من حملة تأهيل وبناء المحافظة حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء من خلال مثلا المناطق الأجمل، وهذه الحملات حقيقة كانت برعاية دولة رئيس الوزراء، وبدأنا في وسط يعني مدينة تكريت، كانت يعني القضاء الأول هو لتأهيله، وهذه حقيقة سوف تساعد على يعني تأهيل هذه المناطق. لكن الشكل الأكبر نحتاج المحافظة إلى بعد أن يكون مجلس محافظة موجود. هذا المجلس هو واجبه تشريع القوانين والقرارات، وأكيد المصادقة على المشاريع التي تحتاجها المحافظة، وأكيد أقضية المحافظة والنواحي الموجودة هي بحاجة كبيرة إلى مشاريع خدمية. إحنا نتأمل ونطمح أن تكون محافظة صلاح الدين تضاهي المحافظات الأخرى. يعني توجد هناك رغبة في التغيير والإصلاح خلال الأيام اللي جاية يا أستاذ جمال، هذا اللي أفهم من كلامك. نعم إحنا أكيد هو مجلس المحافظة سوف يشكل المحافظة إدارة محافظة جديدة، سواء تكون نفس الإدارة يعني بقيادة الشيخ إسماعيل أو يعني تغيير الإدارات، لكن الهدف من هو وجود كفاءات تخدم المحافظة وتخدم المواطنين بشكل أكبر، وطموحنا حقيقة وأمنياتنا تكون أكبر، هي متجهة نحو
مجلس المحافظة الجديد الذي سوف يكون في عاتقه على عاتقه مهمات كبيرة ويتوقف دام أكثر من 4 أو 5 سنوات يمكن. بالتالي تحتاج المحافظة إلى نهضة عمرانية كبيرة وتضافر الجهود وهذه حقيقة كلها المواطن ينظر إلى الحكومة الجديدة وإلى المجلس الجديد الذي سوف ينتخبه اليوم إلى أن تكون أن تترجم كل القرارات وكل الأفعال التي صدرت للمرشحين وخلال عملية انتخاب أن تترجم على الورق وأن تكون هي حقيقة موجودة على الأرض. المواطن حقيقة في صلاح الدين حتى نتحدث بصراحة أكبر تعب وعانى الكثير بسبب ويلات دخول العصابات المجرمة والتنظيمات الإرهابية. إذن اليوم 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 هي بمثابة فرصة للتغيير نحو الأفضل والاستفادة والابتعاض مما مضى أستاذ جمال. نعم. واختيار الشخصية الكفوءة اللي تقدر تخدم أبناء محافظة صلاح الدين وجميع المحافظات العراقية. من خلالكم من خلال إذا قناتكم الموقرة أيضا مناشدة إلى المواطن الكريم أن يختار الشخصية الوطنية النظيفة النزيهة. لأن يعني هذه أمانة سوف تكون في أعناق الناخب. إذا لم إذا سوف يختار شخصية غير قوية وغير قادر على تقديم الخدمات أو لديه ملفات أخرى، بالتالي هو سوف يكون مشارك في أي سلبية تظهر من هذا العضو الذي سوف يكون هو من ضمن المجلس الموجود. الأستاذ جمال عقاب المتحدث الرسمي باسم محافظة صلاح الدين، كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم عبر الهاتف، وشكرا لجميع هذه المعلومات. شكرا جزيلا. تحياتي لك وتحياتي للكادر الكرام، وإن شاء الله نتواصل معكم. احنا موجودين بمركز الاعلامي، حياك الله. راح نبقى احنا اليوم على مدار يعني الساعات المقبله. نعم. حتى تخلونا بالحدث ساعه بساعه ولحظه بلحظه حتى نوصل. نعم. الصوره الاشمل لمواطننا ومشاهدنا. نعم. الكريم. شكرا جزيلا استاذ. نعم. جمال. نعم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك، بارك الله بك. يعني ايضا وصلتنا بعض هذه العواجل، وتحديدا من مراسلنا في ناحيه الصينيه يقول بلغ عدد المصوتين 1013 ناخب لحد الساعة 10 تقريبا، وهذا شيء جيد انه احنا اليوم في ساعات الصباح الاولى او ساعات الصباح الباكرة ونشوف هذا الاقبال الكبير والمهم من قبل المواطنين على مراكز الاقتراع. يعني أحبذا أنه نذهب مع هذا الفاصل القصير ثم نعود لتكملة التغطية الإعلامية التي تجريها قناة صلاح الدين الفضائية هذا اليوم عبر برنامج انتخب الأصلح لانتخابات مجالس المحافظات المحلية المقبلة 2023، ثم نعود لتكملة التغطية مرة أخرى. خلوكم يعني حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وما زلنا مستمرين معكم، وهذه التغطية الإعلامية الخاصة عبر قناة صلاح الدين الفضائية وتحديدا في برنامج انتخب الأصلح فيما يخص انتخابات مجالس المحافظات المحلية المقبلة 2023. أيضا لا ننسى أنه هواتف البرنامج مهيئة أمامكم على مدار هذه التغطية من أجل المشاركة والاستماع إلى مداخلاتكم فيما يخص الاقتراع العام. أيضا لا ننسى أنه رقم آسيا سيل فيه الواتساب، فاللي يحب يشاركنا على الآسيا سيل المباشر أو عن طريق الواتساب الجميع مهيئة أمامكم من أجل المشاركة. يعني لا ننسى أنه أيضا قبل الانتخابات كانت هناك كلمة لمفتي سامراء الشيخ الدكتور حاتم أحمد السامرائي خطيب صلاة الجمعة الموحدة في جامع الملوية، اللي من خلال هذه الخطبة وجه بضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة واختيار القوي الأمين اللي قادر على قيادة المرحلة المقبلة واللي قادر على توفير كل ما يحتاجه مواطننا الكريم
خلال الفترة الجاية من خدمات والكثير الكثير من المحاور والملفات اللي اليوم بحاجة إلى التفاتة حقيقية وجادة من أجل حلها بشكل كامل. فخلونا نتابع جانب من كلمة الشيخ السامرائي ثم نعود لتكملة هذه التغطية. خلوكم ويانا. أخوتي الأكارم، النظام هكذا أصبح مجالس محافظات ومجالس برلمانية انتخابات. أنت عندك حقوق، لك حقوق وعليك واجبات، كيف تستطيع استحصال حقك؟ أصبح اليوم عن هذا الطريق، يعني أنت جالس في بيتك لا تتصور أن أحداً يأتي ويقول تعال خذ وافعل كذا وكذا. اعلموا يا أخوة، حينما نسمع من أهل الاختصاص أن هناك كم هائلا من الأموال مخصص للمحافظة وللمدينة، نحن كيف نحصل على حقوقنا من أن نأخذها بدل أن تؤخذ منا وأن تسلب منا؟ أنا أعتقد هذه المجالس اليوم أصبحت أمراً لا بد منه، نرضى أو لا نرضى أصبح هذا واقع الحال. فانتخبوا من ترونه صالحاً، هذه أمان عليكم. وأنت يا من تريد أن تنتخب اختر من تراه هذا المناسب، من تعتقد أنه هو هذا الذي ينفع دينك وينفع بلدك وينفع أهلك وناسك ومدينتك. اعرفوا جيدا الأمور هكذا، إن بقيتم لم تحصلوا على شيء، إن خرجتم ممثلوكم حاسبوهم على كل صغيرة وكبيرة. اخرجوا وخذوا أماكنكم وخذوا استحقاقاتكم، ولا تدعوا غيركم يأخذ حقوقكم. هذه رسالتي وصلها لكم، لأن الناس يسألون كثيرا. يعني قبل أن أصل إلى المسجد هناك من يبعث لي برسائل، نخرج للانتخابات؟ لو ما نخرج إحنا راح نخليها بركابكم، أنتوا تسألون أمام الله، هكذا كلامهم علينا. فإن رأيتم أن في ذلك خيرا فتوكلوا على الله، لا تدعوا حقكم يأخذه غيركم. إذن يعني كانت هذه كلمة الشيخ الدكتور حاتم أحمد السامرائي، خطيب يعني صلاة الجمعة الموحدة في جامع الملوية في سامراء، اللي حث من خلال هذه الكلمة على أهمية المشاركة الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات المحلية. أيضا وصلني هذا الخبر العاجل ببدء توافد الناخبين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في عموم محافظة صلاح الدين بعد زوال الضباب وتحسن الأجواء، وهذه خطوة وبشرة إيجابية، ونتمنى أن تكون هناك همة في الخروج والكثافة والإدلاء بالأصوات. ينضم معي الآن عبر الهاتف مراسلنا في قضاء الطوز السميل كاروان زنقنا، حياك الله يا كاروان. نعم أحمد، باقي أقضية ومحافظات العراق بدأ المشابهة في قضاء الطوز مع الفشل، الموظفين قاموا بتهيئة الأجواء وتحضير كل
بدأ العمل بالاختراق بدأ الموظفين لتفريدهم وثم بشكل عام المواطنين ترى تكون ما في احتياجية العملية بشكل جيد وكذلك بشكل عام المواطنين لهم إقبال شديد في الاختراق الاختراق لمشاركة في هذه العملية السياسية والمواطنية والتي يعتبر عمليات المدنية وكذلك تلبية الشارع العراقي وخصوصا بعد انقطاع سنوات من عدم الانتخابات مجالس المحافظة والذي في الأخير كانت التوقف أو عمل مجالس المحافظات وهذه الأول مرة طيب. في هذه العملية بشكل العام تسير العملية كاروان إذا تسمح لي إذا تسمح لي عذرا على المقاطعة إذا تسمعني زميلي العزيز كاروان إذا تسمعني نعم فيها خمس مراكز رئيسية موزعين على 40 مركز مدرسة وهذه 40 مركز موزع على أكثر من 200 صندوق أو محطة اختراع بشكل عام كما أشرت إليها تسير العملية في برفورمانس وإتيادية جيدة ومشاركة وإقبال كثير وأذكر شيء من برفورمانس معروف بعراق الصدر الذي هو من المكونات الكرد والعرب والتركمان والساكنين في برفورمانس يعني كاروان أكو اليوم رغبة كاروان أكو اليوم رغبة رغبة في التغيير ورغبة في الإصلاح والرغبة في تجربة الوجوه الجديدة أكو توجه نحو هذا الموضوع؟ أكيد تذكر ماتو حاليا نحن نضطر منذ الصباح في جميع المراكز هناك إقبال جيد لتغيير الوجوه الجديدة جيد. للحكومة المقبرة الحكومات المحلية كونا نعم. يعني الواقع متأمل طيب. خيرا من ترشيح مرشحين كفؤين في هذه الانتخابات يخدموا المدينة وعموم المحافظة في الأرقام كون المحافظة شهدت ظروف عصيبة خصوصا في ظروف حرب داعش والدمار الذي حصلت في محافظة صلاح الدين من البنية التحتية وجميع جوانب الحياة من المدارس والصحة والماء وخصوصا ظروف النازحين والقرى فاليوم نرى إقبال كبير في الانتخابات والفورماتور لانتخاب مرشحين كفؤين في المستقبل يمثلوهم طيب. في الحكومة المحلية الحكومة للمحافظة صلاح الدين يحكمهم في جميع النواحي والعملية كما أشرت إليها عملية ديمقراطية يعتبر وجميع المواطنين يودون اختيار أشخاص كفؤين لتشكيل الحكومة المقبلة في محافظة صلاح الدين ومؤملين للحكومة المركزية ربما بلا مركزية في إدارة المحافظات نزول الصلاحيات من المركزية إلى المحافظات لتقديم أفضل وأكثر خدمات في فورماتو وعموم المحافظة صلاح الدين وخصوصا المناطق في جمال بيك وعملية قراها تشهد إلى فقر ومنكوبين يحتاجون إلى إعادة البنية التحتية يرجع الحياة فيها وتزدهر الزراعة فيها كود القرى ثم عمود الفقري للاقتصاد البلد أكيد. ولكن بهذه الوضع بعدم صرف التعويض للمتضررين بقلة الخدمات لا يستطيع الناس يرجع إلى مكانهم ولكن مؤمنين في هذه الانتخابات بترشيح أشخاص كفؤين ليكونوا صوتهم ويكتب الخدمة وإعادة البنية التحتية في القرى كما أشرت إليها كي تعود البلد إلى وقتها الذهبي الذي كانت في زمن ما عراق مصدر المنتجات الزراعية والصناعية ولكن بحكم العصيبة التي مرت بها البلد خلال سنوات الأخيرة طيب. نرى تراجع في نسبة الزراعة تراجع كانت في نسبة الصناعة والتجارة ولكن مؤمنين المواطنين بمشاركة كثيفة في اختيار حكومات قوية تخدم جميع المحافظات المطلقة أنا أشكرك أشكرك جزيل الشكر زميلي العزيز كاروان زنقنا مراسلنا في قضاء الطوز
خليتنا في الصورة الشاملة والكاملة لما يجري في أحد أقضية محافظة صلاح الدين المهمة، ألا وهو قضاء الطوز. ونتمنى أنه تكون هذه المشاركة اللي تكلمت عليها في قضاء الطوز تنعكس بالإيجاب على بقية أقضية ونواحي محافظة صلاح الدين. فشكرا لجنابك الكريم، وهذا ما يسمح به وقت برنامجنا في هذه التغطية، فشكرا جزيلا لجنابك الكريم، شكرا جزيلا. يعني ينضم معي الآن عبر الهاتف الأستاذ نور الدين الحسني، رئيس مؤسسة تمكين لتطوير وتعزيز الديمقراطية في العراق. حياك الله يا أستاذ نور الدين. حياكم الله أخي العزيز. حياك الله أستاذ. يعني بداية أنت على الهواء مباشرة ضمن التغطية الإعلامية التي تجريها اليوم قناة صلاح الدين الفضائية فيما يخص انتخابات مجالس المحافظات المحلية 2023. لا غير أنه نتعرف بداية أستاذ نور الدين عن دور مؤسستكم في نجاح عملية انتخابات المجالس المحلية، وكان لنا فيما مضى لقاء خاص على هذا الموضوع، تفضل. حياك الله أخي أستاذ أحمد، وحياك الله. حيا الله الأخوة المستمعين في إذاعتكم. حقيقة إحنا يعني المؤسسة أخذت على عاتقها المراقبة والإشراف على المراكز الانتخابية في عموم المحافظة. زين. وشكلنا غرفة عمليات، شكلنا غرفة عمليات يعني خاصة بينا لنتابع الخروقات والخلل اللي يصير، ومن خلال التقارير اللي توصلنا عبر مراقبينا نوجه الكيانات السياسية أو نوجه الناخبين أو نوجه يعني العاملين في العملية الديمقراطية بشكل عام لتجاوز المشاكل. أستاذ نور الدين، يعني برأيك كيف سيكون إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع أو مراكز الاقتراع، سيما نحن لازلنا في ساعات الصباح الأولى من عملية الاقتراع العام؟ والله عبر شبكة المراقبين حقيقة الإقبال نعم. في بعض المناطق يعني جيد، وفي بعض المناطق ضعيف. مثلا في طوز الإقبال جيد، نعم. في بيجي الإقبال جيد، في العلم الإقبال جيد، في سامراء شوية ضعيف، في الضلوعية ضعيف، في الدجيل ضعيف. طيب. طبعا في تكريت مركز المحافظة ضعيف. واحدة من أسباب الضعف أنه الضباب الكثيف اللي يمنع الحركة. طيب. حقيقة. وطبعا صلاح الدين مع الأسف منخفضة نسبة المشاركة قياسا على المحافظات الأخرى. طيب. ويعني محافظة كركوك والأنبار سجلت المشاركة الأعلى يعني من المحافظات العراقية. أستاذ نور الدين، يعني يقال أنه إقبال الناخبين في هذه الانتخابات هي تختلف عن سابقاتها، ما هو السبب برأيكم؟ هو طبعا يفترض أن يكون الإقبال أكثف من يعني هذه المرة من انتخابات 2021، على اعتبار أن طيب. المرشحين ضعف المرشحين في الدورة السابقة. واضح. وهذا ضعف المرشحين يعني يخرج جمهور أكثر. لكن حقيقة يعني لحد الآن الإقبال ضعيف. الطقس والبرودة والضباب هو شوي حد من المشاركة. أنا أعتقد بعد الساعة 12 راح يعني تزداد نسبة المشاركة في المراكز الانتخابية. طيب كيف يمكن يعني ترسيخ مفهوم الديمقراطية في تشكيل الحكومات المقبلة، ومن أين يجب أن نبدأ وأنتم معنيين بهذا الكلام على وجه التحديد، بما أنه جنابك الكريم رئيس مؤسسة تمكين لتعزيز وتطوير الديمقراطية في العراق؟ والله أخي، أولا المشاركة الواسعة الكثيفة هي اللي يعني تحسم كل الجدل. طيب. احنا المسار تشكيل المركزية، نعم، المسار الديمقراطي والمشاركة الفعالة صناديق الاقتراع. فبصراحة هذا الأول، ثم اختيار الجيد للمرشحين، نوعية المرشح، القائمة، والتركيز على مرشحين ذات تأهيل بالفوز وتأهيل
اجتماعي. هل سنشهد نتائج حقيقية لنتائج الاقتراع الخاص والعام بعيدا عن التشكيك والأقوال يا أستاذ نور الدين برأيك؟ والله الانتخابات الخاص مع الأسف كانت انتخابات فيها كثير من المشاكل، لكن أعتقد نعم. سنتجاوز هذا الأمر في التصويت العام باعتبار أن المفوضية أجرت محاكاة على الأجهزة 4 مرات لكن حقيقة سجل من صباح الباكر عطل في الأجهزة يوم الاقتراع الخاص نعم ظهور البصمة وطوفت يعني انقطاع التيار الكهربائي بعض المراكز طوابير تعامل بعض الأجهزة الأمنية متشدد مع الأجهزة الأمنية متشدد يعني مع بعض الكيانات السياسية لكن نعم. حقيقة لربما يعني أعتقد إلى نسبة 70-80% احنا راح نشهد نتائج اليوم عند الساعة 7 أو 8 جيد. مساء هذا اليوم والكيانات السياسية اللي ناشرة مراقبية نعم. أيضا راح يكون لهم يعني الدور في نشر المعلومة الدقيقة عبر الشريط اللي راح يصدر من جهاز الصندوق المثبت على الصندوق. برأيك إلى أي مدى أستاذ نور الدين يمكن القول بأن ملامح الأمل سوف تكون كبيرة من خلال عودة مجالس المحافظات من جديد إلى الساحة السياسية والعراقية بشكل عام؟ هل هناك ملامح أمل بعودتها؟ له وقت مجالس المحافظات حلقة غير زائدة. مجالس المحافظات حلقة مهمة باعتبار أن أعضاء مجلس المحافظة هم أقرب إلى الجمهور من حيث الاحتكاك، أقرب إلى أعضاء مجلس النواب باعتبار أن مجلس النواب دوره تشريعي على مستوى المركز طيب. على مستوى العراق العام، وعضو مجلس المحافظة يكون قريب على الجمهور ودوره يؤثر على يعني الأقضية اللي ينتشر بها الأعراق. فإحنا التعويل هو على نوعية الأعضاء اللي راح يعني إن شاء الله يفوزون في هذه الانتخابات. كلما تحسنت نوعية المرشح في الانتخابات كلما كانت العملية الديمقراطية سلسة و منتجة وذات جدوى. الأستاذ نور الدين الحسني رئيس مؤسسة تمكين لتعزيز وتطوير الديمقراطية في العراق، كنت ضيفا عزيزا علينا عبر الهاتف، وشكرا لجميع هذه التوضيحات. شكرا جزيلا. شكرا لك يا أخي العزيز، وشكرا لكل قادر قناة صلاح الدين. شكرا ممنون. تحياتنا لك. شكرا جزيلا. يعني شفنا المداخلة مع الأستاذ نور الدين الحسني، وأنت يعني نبذة كاملة وشاملة عن عملية الاقتراع الخاص وعن موضوع الانتخابات ما لها وما عليها. أيضا يعني أحب أنوه لمشاهدينا ومستمعينا الكرام، بعد دقائق سوف يكون ضيفي في الاستوديو وعلى الهواء مباشرة الأستاذ مناف محمد هاشم الجنابي، رئيس مؤسسة جيل المواطنة للتنمية ودعم الديمقراطية، حتى نتحاور سوية عن ملف الانتخابات وعن عودة مجالس المحافظات وماذا سوف تحققه عودة هذه المجالس إلى مواطننا الكريم خلال الفترة المقبلة. خلونا نذهب بفاصل قصير ثم نعود لتكملة هذه التغطية، خلوكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وما زلنا مستمرين معكم وهذه التغطية الإعلامية الخاصة عبر قناة صلاح الدين الفضائية، وتحديدا عبر برنامج انتخب الأصلح الخاص بانتخابات مجالس المحافظات المحلية المقبلة 2023. يسعدنا بأن يكون ضيفنا في هذه الحلقة وعلى الهواء مباشرة ألا وهو الأستاذ مناف الجنابي، رئيس مؤسسة جيل المواطنة للتنمية ودعم الديمقراطية. حياك الله يا أستاذ مناف في هذه التغطية المباشرة عبر شاشة قناة صلاح الدين، وتحديدا في هذا اليوم المهم يوم الاقتراع العام. حياكم الله أستاذ أحمد، كل التحية والاحترام لبرنامجك المحترم ولقناتنا قناة صلاح الدين المحترمة، وأيضا لجميع المتابعين ومشاهدي هذه القناة المحترمة. تحياتنا لك. يعني رئيس مؤسسة جيل المواطنة للتنمية والدعم الديمقراطية، ونحن بأمس الحاجة لهذه المسميات لو طبقت على أرض الواقع بشكل حقيقي وفعلي،
بداية ما هي أهداف ومعطيات مؤسستكم على وجه الخصوص؟ شكرا جزيلا على هذا المقدمة أستاذ أحمد. بالتأكيد اليوم احنا تقريبا بعد 20 سنة عقدين من التجربة السياسية والتجربة الديمقراطية. نعم. كانت هناك العديد والكثير من المؤشرات والملاحظات. طيب. على هذه التجربة. فبالضبط مثل ما كان اكو فد طفل صغير ينمو وبعد ما بلغ مرحلة من العمر صارت عند الخبرة والرؤية. جيل. فلذلك هذا الجيل كانت في بدايات العملية السياسية بعد عام 2003 الكثير من التجارب. فقلنا خلاص احنا نتوجه باتجاه انه تتحول هذه التجربة الى تجربة حقيقية واقعية اساسها الشباب اللي كانوا في مرحلة ما يستفيدون من تجارب الآخرين. طبعا وهذه المرحلة لديك عمق تاريخي كبير، لأن أنت ابن العراق، ابن هذا البلد الحضاري الكبير، فما اجيت من فراغ. ليش اختاريته يعني جيل المواطنة للتنمية ودعم الديمقراطية هذه التسمية؟ على أي أساس جاءت وعلى أي أساس بنيت يا أستاذ مناف؟ نعم بالتأكيد هي هي إحدى مؤسسات يعني منظمات المجتمع المدني، وما شاء الله في العراق طبعا لدينا هذه التجربة تجربة كبيرة ورائدة. نعم. مجازة من قبل دارة منظمات في الأمانة عام المجلس الوزراء كمنظمة. نعم. مجتمع مدني محلية. جيل المواطنة لأنه هدفنا كان حقيقة هو ترسيخ مفاهيم وطنية حقيقية. بعيدا عن الانتماءات يعني احنا اليوم فرحانين جدا لأنه خرجنا في بتجربة أنه اليوم احنا أولاد هذه المؤسسة. هذه المؤسسة هي مهتمة في تنمية الشعور بالانتماء الوطني. جيد. مهتمة بتمكين السياسي للشباب، تفعيل موضوع دعم الديمقراطيات، حقوق الإنسان، طبعا موضوع التماسك المجتمعي، كثير من البرامج احنا كنا رواد فيها يعني. طيب. المؤسسين في جيل المواطنة هم رواد لتجارب وقصص نجاح على مدى. جيد. الفترة الماضية. الهيكلية هي بالغالب هيكلية شبابية غير حزبية غير منتمية يعني جهة مستقلة. بالتأكيد هي طبعا هي منظمات المجتمع المدني. طيب. قانونها تؤسس على انها جهات مستقلة. ولذلك احنا باقة يعني وطنية بحتة موجودة في بغداد وعدد من المحافظات. وحقيقة هي قلت لك جتي من شخصيات لديها تجارب ريادة في هذا المجال. أستاذ مناف، يعني احنا اليوم نعيش الحدث الأبرز والأهم على صعيد العراق، انتخابات مجالس المحافظات المحلية. أريد نعرف دور مؤسستكم الدقيق والحقيقي في دعم العملية الانتخابية، من أين سيبدأ وأين سينتهي؟ بالتأكيد احنا بلشنا بالحالة الأولى موضوع التمكين. تمكين. كنا أعطينا دورات مختصة، طبعا عندنا مدربين على مستوى عالي، مدربين دوليين وأيضا مدربين محليين في مجال التنمية، ورايحين باتجاه التنمية القيادية، التنمية السياسية، زيادة الوعي في العملية الديمقراطية، الممارسات هذه، وهذه ما يفتقر له طبعا بلدنا الحبيب. نفتقر إلى هذا الموضوع، يعني يجب أن يكون هذا القطاع قطاع وعي أكثر ما هو قطاع ممارسة. طيب. بالتالي احنا توجهنا بالبداية قبل لا أن ندخل. نعم. في المرحلة الثانية بالتنسيق مع المفوضية. طيب. إلى عملية موضوع تسجيل مراقبين، لدينا مراقبين عدد ممتاز حقيقة من المراقبين المحليين راقبوا في يوم الاقتراع الخاص، واليوم من الساعات الأولى الصباح. طيب. هم منتشرين في بغداد ومحافظات أخرى مثل يعني بابل، البصرة، الأنبار، ديالى وباقي المحافظات، وكلهم شباب وكلهم في عمل تطوعي طبعا. احنا اتجهنا أيضا لدورات كانت معظمها دورات طوعية للكيانات. نعم. السياسية. نعم. تطوير قدرات ورفع قدرات القيادات الشبابية في الكثير من الكيانات السياسية. نعم. وخاصة الأحزاب الجديدة وغيرها. نعم. أنطينا يعني دورات مختصة في مجال الوعي والتمكين السياسي. حقيقة احنا ندعم هذه العملية بقوة. جيد. وعدنا شراكات مع مجاميع محلية لحد الآن، نطمح انه راح يكون عندنا يعني دور كبير في عملية مراقبة مجالس المحافظات اللي اليوم الاقتراع العام الخاص بها. شلون يعني المعطيات اللي عندكم فيما يخص مراقبة مجالس المحافظات المقبلة كيف؟ طبعا احنا خلي نقول مثلا نرجع شوية أستاذ أحمد لموضوع الاقتراع الخاص. فضل.
كانت أكو في إيجابيات وكانت أكو سلبيات. نظرتكم على هذا الموضوع؟ نعم، يعني أكو مثلا موضوع المؤشر الخلل الفني اللي صار، نحن متواصلين طبعا مع مسؤول المفوضية. طيب هذا كان مؤشر سلبي أثر على كل العملية، لأن تعرف مهما تكون النتائج الانتخابات خلال اليوم، أهم شيء بنهاية اليوم أنت خلينا نقول عملية عدوى فرز إلكتروني بانتظار النتائج. فكان أكو مؤشر خلل، وإن شاء الله تعهدات كانت من يعني ممثلين المفوضية أنه هذا المؤشر ما راح يرجع اليوم بالاقتراع العام، وهو الأهم وهو الأكبر، لأنه أنت تعرف قانون العد والفرز الإلكتروني. طيب. أنه خلال 24 ساعة يتم عرض النتائج على الجميع من خلال أشرطة موحدة يتم استلامها في المحطات وأيضا في المراكز. يعني أفهم من كلامك لن يكون هناك تمديد في توقيت التصويت لهذا اليوم، عندما قالوا سوف تغلق المراكز الاقتراع الساعة 6 مساء سوف تغلق بدون أي دقيقة زيادة أو نقصان في ذلك يا أستاذ؟ نعم، هذا اللي أفهم من جوهر كلامه. هو البرنامج هذا مثل ما تعرف حضرتك. طيب. هو برنامج تقني لا يقبل التمديد. يعني لا يقبل التمديد. سابقا كانت تجي مؤشرات أنه المحطة الفلانية أو المركز الفلاني مدة ساعة وكذا في مناطق معينة. جيد. وهذا يسبب إشكال. لكن هذا برنامج الكتروني الساعة 6 تغلق الأجهزة. طيب. هي كلها في سيستم واحد، نظام واحد. فما ممكن أنه محطة أو مركز يأجل أو يمدد على حساب مركز آخر. الكل انطلق بالساعة 7 صباحا. طيب. والكل يغلق الساعة 6 مساء. إذن شون شفتوا اليوم نسبة المشاركة يا أستاذ مناف إلى حد هذه اللحظة وإحنا ما زلنا في ساعات المبكرة من عملية الاقتراع، رغم أنه انفتحت المراكز الساعة 7 صباحا؟ نعم. لكن شلون تستقرؤون نسبة المشاركة اندفاع المواطنين على مراكز الاقتراع؟ أكل يوم رغبة في التغيير والإصلاح أستاذ مناف؟ طبعا خلي نفرق بين الرغبة موجودة. زين. طبعا أنا أتكلم أحيانا باسم المواطنين. طيب. لأنه ممثل عن المجتمع المدني. أكيد قريب. الرغبة موجودة. زين. والإرادة، لكن الإرادة ضعيفة، الإرادة ما بها فعاليات. ليش؟ يعني الجمهور واحدة من الأسباب حقيقة فقد الثقة بكامل المطلقة بعملية الانتخابات والتغيير. طيب. عن طريق صناديق الاقتراع، وهذا واجبنا كحكومة، واجبنا كمنظمات. ممتاز. وكإعلام. زي. كيف أرجع هذه الثقة وإحنا ما زلنا بيها؟ إذا بس أنه أنت اليوم تقول للمواطن اتجه إلى التغيير، والتغيير ما يصير إلا عن صندوق اقتراع، وهذه العملية الديمقراطية في كل العالم. صح. الإقبال في ساعات الصباح دائما هو يكون ضعيف. الناس تبدي يشوف الأخبار. هو يوم عطلة، خصوصا احنا في جو شتاء شتوي، كان الساعات الأولى والنهار قصير حقيقة. والنهار قصير يعني. توقيتات الانتخابات عادة يتم اختيارها في توقيتات النهار يكون أطول. حقيقة هاي عالميا يعني فعلا معروفة. لكن خلينا نمشي باتجاه انه بعض المناطق اكو بها إقبال. يعني أشرنا إقبال في محافظات معينة في مناطقيا، والسبب طبعا راح تقول لي شنو السبب. هو أكو بعض المرشحين، هذا الشيء بعض المرشحين عندهم جمهور قوي. وهذا شيء جميل جدا. ف حب خلينا نقول المؤيدين لهذا المرشح كان سبب في توجه الناخبين الى مراكز. خلي عذر على المقاطعه، عذر على المقاطعه. انت اليوم شاب وقريب من الشباب والعمل الشبابي والتطوعي وما شابه ذلك، اليوم انت مع الوجوه الجديده في قياده المرحله المقبله ام ماذا بالتحديد؟ اليوم كل هالطالب الوجوه الجديده والمجرب لا يجرب، وريني نشوف الوجوه الجديده ايش راح تقدم لي، وعدهم لربما شهادات وعليا واختصاص في مختلف المجالات، فمع من أنت يا أستاذ مناف؟ شكرا على هذا السؤال المهم أستاذ أحمد. بالنسبة يعني التجربة والنظرة المؤسسية تختلف عن أنه أكتفي بوجه جديد فقط. شلون؟ أنا مع التغيير إلى الأفضل. مع الإدارات الجديدة، لكن بشرط أن يكون متمكن. أن يمتلك CV يسعفه في إدارة المفصل اللي هو بي. جيد. مع التنوع في التخصص. يعني هسه بعد شوي نحكي على مهمة مجالس المحافظات. ربما البعض لا يفرق بين مهمة مجلس المحافظات. يقولك شنو عودة مجالس وعضو برلمان؟ شو راح تحقق لي اليوم؟ يعني هذه نظرة خاطئة. لازم نصححها. لكن تقول لي أنت مع الوجوه الجديدة بشرط ماذا؟
يعني بشرط انه الشاب لا يخضع الى معايير ولا يملك الخبره. استاذ احمد مستحيل 4 سنوات مو قليله جايه يا استاذ محمد. هذا لذلك انا ما ارجع اعطي فرصه ليتعلم. لكن انا مع الشخصيات اللي كانت تدير مؤسسات الشخصيات اللي باختصاص خبره ودرايه. اليوم انت العالم كله يتكلم بمصطلح الكفاءات. الكفاءات هو معناته التنوع في الاختيار. طيب. فيا ريت الجمهور الواعي ينظر لهذه المسألة بدقة. جيد. اليوم أنا من أشوف على سبيل المثال أستاذ أحمد أشوف منافذ جنابي. طيب. أقول هو وين اشتغل؟ شنو السيفي مالته؟ وين راح يخدمني؟ إذا نوعنا سوينا تشكيلة قوية في مجلس المحافظة باختصاصات مختلفة. باختصاصات هو هذا المطلوب. المطلوب أنه أنت اليوم. جيد. يعني راح نرجع. يكون خلي يكون محور خاص المجلس المحافظة شنو دوره؟ راح يكون بلجان متخصصة تربية وتعليم وزراعة وغيرها وخدمات وقانونية وغيرها وغير. بالتالي أنت اليوم من تروح باتجاه إذا كانوا مرشحين كلهم عبارة عن قيادات سياسية ما راح تحصل على إنتاجية اللي أنت تخدم المواطن اللي بباله على القطاعات. فما تحول المجلس خدمي. على فكرة في مجالس النواب أشرنا سابقا من خلال عملنا كناشطين مجتمعين وأيضا كإعلاميين. طيب. بعض اللجان في مجلس النواب ضعيفة بسبب ضعف التخصص الموجودين. نعم. فأنت تحتاج أنه أنت اليوم تمثل شعب تمثل دولة. فكل ما كانوا الأعضاء متمرسين مهنيين متخصصين في مجال تخصصهم أنت كسبت بعد آخر للدولة. إذن أعطي فرصة للوجوه الجديدة وأعطي فرصة لأهل الكفاءة والاختصاص وشوف إيش راح يقدموا لي خلال 4 سنوات المقبلة. ومثل ما نعرف هذه المرحلة هي مرحلة مفصلية ومرحلة مهمة. آخر انتخابات كانت في 2013 أستاذ مناف. نعم. واليوم بعد 10 سنوات تكررت. فيجب اختيار الشخصية الكفوة الحقيقية اللي أعرفها تخدمني خلال المرحلة الجاية. أنا اليوم أقول شيء. اليوم أنا ليش أقعد 4 سنوات أنحب حظي وأشكو وأتذمر؟ نعم. خلي أختار صح. خلي أختار شخص يمثلني قريب علي. لكن بشرط أكو أنه أنا أتوجه باتجاه شخص أنا أعرفه. زين. أعرف إمكانيته أعرف كفاءته. طيب. وأعرف أنه هو مو كلش متحزب باتجاه أنه لا يملك قدرة على إعطاء صوته. زين. أو يرفض قرار أو مشروع أو يكون متكاسل في اتجاهات معينة. هذه الوضعية شوية مهمة بزيادة الوعي عند الناخب. جيد. أما أنه نروح باتجاه التحشيدات الجماهيرية الكتلية العامة أو الحزبية العامة بدون الفحص أو التدقيق في سيفي المرشح أعتقد راح نقعد 4 سنوات نظل نعيد نفس الحديث. يعني هذا كلامك يقودني إلى سؤال أنه أيضا المواطن وأنا سألته في لقاءات سابقة أنه شون يعني أفرزن بين المرشح اللي راح يخدمني عن اللي راح يبتعد عني. ما شاء الله اليوم كلهم شعاراتهم رنانة وسوف أعمل وأقدم وما شابه ذلك. عذرا شلون أعرف هذا الأقرب إلي وراح يحقق لي الخدمات اللي أريدها باكر عقبة بعد ما يفوز ويسنم مقعد في مجلس المحافظات؟ طبعا على شنو أستند يا أستاذ؟ أول شيء تاريخ الشخص والسيفي الشخصي السيرة الذاتية للشخص. يعني أستاذ أحمد اليوم إذا ما تعرف الشخص معرفة شخصية معرفة مناطقية وميدانية ممكن من خلال البحث عنه في حتى السوشيال ميديا. طيب. وين عمل؟ اليوم أنت تجي على هذا الشخص تفصله وترتبه وتروح باتجاهه. هذا الموضوع جدا مهم جدا مهم لأنه أنت اليوم أنت مسؤول عن قرارك بالتالي انت تروح باتجاهات اخرى. اما انا ابقى اقول خلاص خلي انتخب فلان لانه من الجهه الفلانيه او كذا مو صحيح. مو صحيح. لا راح ندفع ثمنه بعدين يعني. هو اختيارك. حتى يعرف مواطننا انه ايضا هو جزء من المعادله السياسيه او جزء من تشكيل الحكومه المحليه اللي جاي لمده 4 سنوات. فلربما العزوف ما راح يخدمني بشيء استاذ مناف. وانا في تغطيتي في الساعات الاولى اتصلوا بي كثير من المواطنين، هناك من لديه الرغبة وهناك من لديه العزوف يا استاذ مناف. فشون اقدر اوازن بين هذه المعادلة الصعبة؟ شون اقنع اللي عنده عزوف يطلع ويصوت ويدلي بصوته؟ زين خلينا نتفق على مسألة.
انه اليوم في كل العالم عندما تقرر حق قرار المي يطلع عذرا حق المي ماشي احنا متفقين يقول لك انا لا خدمات لا شوارع لا تبليغ لا صحة لا تربية لا تأمين انا اتفق وياك نازحين مهجرين مغيبين مفقودين يا مكثرها اليوم من خلينا نتفق على قضية اليوم اجينا على هذا القرار ما طيب. هو البديل اليوم العالم أحسنت. كله ما هو البديل اليوم العالم كله يقول لك عندما تعطيني قرار اعطيني البديل البديل شنو عندك بديل راح زمن الانقلاب والدبابه والرصاصه اليوم البديل هو الاختيار والذهاب الى مراكز الاقتراع فانت انت انت ضيعت فرصه زين راح تقعد 4 سنين تنتظر فرصه اخرى من تجي هذه الفرصه الثانيه ايضا راح تنتظر فالسيد احمد احنا خلينا نشتغل على موضوع الوعي الوعي نعم التغيير ده يصير في كل انحاء العالم مو بس طيب. عن طريق صناديق الاقتراع هسه اكو ضغط جماهيري لاحقا اكو وسائل صح. اعلام فعلا. لكن انت هذا قرارك فبالتالي المقاطعه خلص لعد انت تقعد 4 سنين ما راح تقدر لا تطلع تقول اريد خدمات واريد امور كذا تخدمني وبا. ما هذه فرصه اليوم امامك المواطن وانت صاحب بهذه الساعات القليله وانت صاحب تجربه اليوم كم عمليه انتخابات احنا دخلنا بها من 2006 كثيره وعديده ويا مكثرها فخلص أخ ما معقوله يعني انا مع شغله يعني حقيقه استاذ احمد اقول شغله لن نفرغ المجتمع من محتوى يعني اليوم العراق زاخر وغني جدا بالكفاءات عقول نيرة حقيقه وهذا الشعب وهذا هذا هذا الشعب شعب له تاريخ وله حضاره لعمق عمق كبير جدا فاليوم من اقول انا اخذ بس 5% زين اللي مصدره المشهد هذا اللي احنا نريد نغيره في جيل المواطن بدنا نقول هاي 5% هي ما تمثل يا اخواني جيد. عمق هذا المجتمع الكبير حركه الناخبين شلون شفتوها اليوم في بغداد وباقي المحافظات العراقيه اولا بسبب سوء الاحوال الجويه وبرودة الطقس وكثير يعني من التحديات اليوميه الحياتيه الاساسيه اللي قاعد نواجهها يا استاذ مناف فشون شفتوا حركة الناخبين بمنظوركم أنتم وهل أنتم راضون لحد هذه اللحظة أم لا كعملية متابعة توجه طبعا المواطنين والناخبين إلى صناديق الاقتراع ما زالت ضعيفة لحد هذه اللحظة خاصة في مراكز المدن بالنسبة لأطراف بغداد بالنسبة لبعض المحافظات يعني لاحظنا أنهم أكو قبال واسع في مناطق معينة مثلا في شمال بابل بعض المناطق في الأنبار الديالة كانت عندها بعض التنظيمات اليوم تحولت الانتخابات إلى تنظيم صراحة أستاذ أحمد هاي نوع من زيادة الوعي يعني مثلا الكثير من الأحزاب والمرشحين جهزوا وسائل نقل لناخبيهم لجمهورهم فاليوم هذا شيء يدل على الثقة ثقة المرشح مثلا لا هو خلينا نقول التحول العمل السياسي الى تنظيم يعني اليوم اكو تنظيم استاذ فعلا بس الشيء المفرح حقيقة وانا حبيت انه يعني اكد عليه وارسل رسالة شكر لقيادة العمليات لاول مرة لحد هذه اللحظة لحد هذه الدقيقة اشرنا مؤشر ايجابي كبير جدا على سهولة الحركة والتنقل جيد في معظم المحافظات تحياتنا لكل قواتنا الأمنية صح بصراحة يعني صنوفها وتشكيلاتها يعني عندي مقاطع فيديو من ساعات الصباح الأولى طيب الحركة سلسة جدا حقيقة صارت عندنا قيادات أمنية متمرسة في إدارة الأحداث الكبرى وخاصة هذا الحدث وهذا أو مثل ما يسموه العرس الانتخابي فحقيقة هذا كان مؤشر إيجابي جدا إلى أي مدى يمكن القول بأنه ملامح الأمل ستكون كبيرة من خلال عودة مجالس المحافظات من جديد احنا نعرف مجالس المحافظات وقفت بسبب حراك تشرين كانت لها القول الفصل في توقف مجالس المحافظات لمدة 3 سنوات تقريبا طيب اليوم راح تعود مجالس المحافظات من جديد نعم ايش راح تحقق لي ما هي ملامح الأمل اللي موجودة أو سوف ترافق عودة مجالس المحافظات من جديد طبعا تحديات كثيرة استاذ معوقات كثيرة خلينا نتفق شيء احنا من خلال برنامجك هذا المحترم وقناتنا المحترمة احنا دائما نرسل رسائل اللي هي تكون ايجابية وهي تكون أكيد. حاملة للامل اكيد العراق والوطن والمجتمع وهن يستحقون هذا طيب املنا كبير انه الكثير من الشخصيات خلينا نقول ذات الكفاءه العاليه والشبابيه جيد. دخلت هذا المعترك فعندنا اناس
حقيقة بدءا من نينوى وكركوك وصلاح الدين وصولا حتى البصرة. نعم. تابعيهم منذ فترة يعني، نتوسم بهم خير. جيد. تخيل أستاذ أحمد لو كان حجم التغيير في هذه الانتخابات 10 أو 20%، خلينا نقول على مستوى الكفاءة أفضل من الصفر لو لا. طبعا هذا في أدنى مستوياته. اليوم أول غيث قطرة خلينا هذا القاعدة بعد غياب 10 سنوات تقريبا. المجالس المحافظة شنو فرقها عن مجلس النواب؟ خلي أوصل رسالة أولا أخواني، مجالس المحافظات بالنسبة لمحافظاتها، بالنسبة لمواطنيها، بالنسبة لمن يبحث عن الخدمات هي الأهم، هي الحلقة الأولى. هي مو الحلقة الثانية. مجلس المحافظة هو المسؤول عن تخصيص الموازنة المالية لتلك المحافظة بأغضيتها ونواحيها، يبدأ من القصبات والقرى نعم. والنواحي والأقضية وصولا إلى المحافظة. تتوزع حسب التعداد السكاني هذه موازنة المحافظة فعلا. بالتالي تتوزع باتجاه مشاريع وهذه المشاريع بين استراتيجية بين خدمية. تتوزع باتجاه التعيينات. طيب فأستاذ أحمد هو شيء شريد أنا اليوم كمواطن. أنا دا أحكي عن من يمثلني في توزيع ما هو لي. شريد المواطن أستاذ مناف، أريد هذا الشيء. شريد أريد التعيين، تبليط، شوارع صحة تعليم، فرص عمل. فليش أنا ما أمثل نفسي في مكاني يعني؟ وكأنه بالضبط أنا دائما أوصفها في في ندواتنا، وكأنه أنا أترك صاحب الدار يترك داره للآخرين. طيب فمن باب أولى أنه أنا أتوجه بهذا التوجه. خلينا نتفق على قضية ثانية، مجلس المحافظة شنو دور الآخر؟ نعم، المتابعة والمراقبة. عندك مدراء البلديات، مدراء النواحي، مراحل تعيينات المدراء، تعيين المحافظ استاذ. المحافظ هو رئيس وزراء طبعا اكيد، معاونين المحافظ كلها تنتج من انتخابات مجلس المحافظه. فبالتالي انت اليوم الحكومه المحليه من يختارها؟ افرازات المجلس. عفوا، المواطن. المواطن المواطن بدرجة. بالتالي انا اليوم انطي اهميه في خطوه اولى، هو اهم من عضو البرلمان اللي للاسف هذا رساله دائما اكدها. عضو اعضاء برلمان عندنا تحولوا الى مدراء بلديات في مناطقهم. جاي شغله في البرلمان والتشريع وقياده الدوله واقرار الموازنات ودعم الوزارات وغيرها من الامور الكبرى استراتيجيه، وقاعد لي على التبليط على محوله الكهرباء وإسالة المي. احنا ترى همنا اليوم ما يقل دورنا او اهميه دورنا كاعلام، وانتم كمنظمات رغم حالتنا الصحيه اليوم شويه المتدهوره، لكن عافية استاذ احمد الله يحفظك، انه ابينا ان نضغط على نفسنا ونجي على مود نغطي هذا الحدث المهم مع جنابكم. فلا ضير انه نذهب بفاصل قصير ثم نعود استاذ مناف، فاصل قصير ثم نعود لتكمله تغطيتنا المباشره عن انتخابات مجالس المحافظات. خلوكم معنا يعني. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية الإعلامية الخاصة عبر قناة صلاح الدين الفضائية ضمن برنامج انتخب الأصلح عن انتخابات مجالس المحافظات المحلية المقبلة 2023. وضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ مناف الجنابي، رئيس مؤسسة جيل المواطنة للتنمية ودعم الديمقراطية. حياك الله من جديد يا أستاذ مناف. حياك يعني برأيكم هل سنشهد نتائج حقيقية للاقتراع الخاص والاقتراع العام بعيدا عن التشكيك والتزوير وما شابه ذلك؟ طبعا هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة للمفوضية. نعم. يجب أن تعوض الخلل اللي صار يوم الاقتراع الخاص. طيب. لأنه حقيقة الخلل الفني اللي صار في أجهزة، خلل كان غير متوقع إطلاقا. نعم. على اعتبار أنه الاقتراع الخاص هو نعم. عدد قليل. أها. والمفروض مشاكل ماكو. فمن وصلنا لساعات العدو الفرز الإلكتروني تم عطل معظم الأجهزة بسبب خلل فني. فالمفوضية من خلال يعني بياناتها أكدت أنه هذا الخلل الفني تم السيطرة عليه وما راح يتكرر. وإحنا في ساعات منتصف النهار. نعم. راح تكون عندنا تقرير منتصف النهار بعد الساعة 12 وبعدها بعد الغلق. أتمنى أنه ما يصير هذا الخلل، لأن الموضوع العراق المفروض راح يغادر الموضوع العدو الفرز اليدوي. وشفنا محاكاة كثيرة أجريت قبل إجراء الانتخابات، فيجب أن نخرج بأقل الخسائر. لكن أستاذ مناف يعني موضوع النازحين أين يقع ضمن مهام عملكم؟ طبعا إحنا النازحين أكو أولوية خاصة في كل البلدان. نعم.
في العراق ملف النازحين له أهمية خاصة حقيقة. كانت لدينا مؤشرات حقيقة، كان هناك مؤشر سلبي بالنسبة لإلغاء مركز انتخابي كامل، يعني ربما كان بي أكثر من 3000 صوت أو قرابة 3000 صوت طيب للنازحين في قضاء عامرية الصمود في الأنبار، والنازحين طبعا من شمال بابل من ناحية جرف الصخر طيب. وناشدنا مفوضية الأنبار المفوضية المركزية ولم نجد أي جواب حقيقة بسبب إلغاء هذا المركز حقيقة. شنو السبب؟ واليوم خلال متابعتنا صباح الباكر الناس مصرين على الإدلاء بصوتهم، هذا الشيء الإيجابي، هذا مفرح. يعني النازحين يعني ناسنا وهلنا من جرف الصخر توجهوا إلى قضاء المسيب ومسافة بعيدة جدا جيد. بس أنا قلت لك القوات الأمنية والخطة الأمنية كانت ممتازة بفسح الطريق أمامهم، لكن العتب أنه ليش هذا المركز اللي كان موجود في انتخابات مجالس المحافظات السابقة كان موجود تم إلغاء؟ أنا مركز استفهام كثير بالنسبة للنازحين في الإقليم حقيقة، موجودين مراكزهم موجودة طيب. كنا نتمنى أنه يكون برامج خاصة أكثر قربا من النازحين طبعا للمفوضية موضوع المفروض أكو فرق جوالة، أكو تسهيلات تصير هاي الشريحة ما بها حيل تظل هي تركض على هاي العملية، إحنا نجيب نروح باتجاههم. وحقيقة هاي التجربة أيضا لازم تأخذ بنظر الاعتبار، لكن عموما يعني موجودين في مناطق معينة. كانت بعض الملاحظات على كبار السن، حقيقة اليوم سجلنا ملاحظات بعض الموظفي المفوضية في بعض المراكز زين. كانوا متبانين بالقدرة والكفاءة على احتواء كبار السن اللي ما عنده بصمة. وأتمنى أنه رسالة من خلال البرنامج مباشرة في الليل. نعم. أي اليوم نعم. أكو رقم يعني كود خاص بي، والمفوضية عممت بعض المراكز يعني استقبلوهم وتلافوا الحالة، بعضهم رجعوهم مرتين. كبير بالعمر من عندما يخرج رجل أو امرأة أكثر من 60-70 سنة عمره، فالمفروض استقبله واقعده كلام جميل واخليه يصوت، كلام جميل. هذا المفروض افتخر به. اما روح ارجع لي بعد نص ساعه وروح ارجع لي بعد ساعه كبير سن ما راح يقدر. فاتمنى انه هذا رساله تصل حقيقه. كلام جميل. يعني اسمح لي استاذ مناف ناخذ هذه المداخله من زميلنا الاستاذ رياض الجابر الاعلامي البارز على صعيد محافظه صلاح الدين. حياك الله يا استاذ رياض. حياك الله زميلي العزيز دكتور أحمد صلاح الدين وضيفك العزيز في هذا اليوم المميز، ويعني احنا سعداء ان نكون انطل معكم من شاشة قناة صلاح الدين الفضائية. تحياتنا لك استاذ رياض. خلينا بالاجواء، شلون الاجواء اليوم في مدينة تكريت بهذا اليوم الاهم على صعيد المحافظات العراقية، يوم الاقتراع العام، كيف تستغرب معطيات وحيثيات هذا الموضوع يا استاذ رياض؟ طبعا الحمد لله فيما يخص الأجواء الأمنية، الأجواء هادئة وطبيعية جدا، حركة السير تجري بسلاسة، معظم المراكز الانتخابية تشهد قبولا متفاوتا، ولكنه قبول يعني أقصد الإقبال من قبل الناخبين، إقبالا متفاوتا طبعا حسب نسب السكانية القريبة من المراكز طيب. ولكن هنالك يعني حركة دؤوبة للناخبين رغم أننا لازلنا في ساعات الصباح الأولى، يعني لازال هنالك بعد 5-6 ساعات على غلاق الصناديق، لكن الرأي العام يعني حقيقة في المدينة متوجه يعني إلى ضرورة الإدلاء بأصواتهم يعني في هذه الانتخابات المفصلية الحاسمة كما عدا البعض، لأنها أول انتخابات تجري لمجالس المحافظات فعلا بعد انقطاع 10 سنوات. طلعت وانتخبت يا أستاذ رياض لو بعدك؟ بالتأكيد أنا طبعا أجريت جولة يعني صباح اليوم على يعني لمراقبة بعض الأشياء كمراقب وكناشط وكإعلامي للإطلاع على حقيقة الأمور التي تجري في يعني فيما يخص هذه العملية، وإن شاء الله الأمور طيبة. الأمور طيبة. طيب من خلال هذه الجولة أستاذ رياض، كيف استقرأت يعني أفكار المواطنين وتوجهاتهم؟ هل هناك نية بالتغيير والإصلاح خلال
أربع سنوات الجاية من خلال تشكيل مجالس المحافظات المحلية؟ نعم. بالحقيقة يعني الكثير من أهالي مركز محافظة صلاح الدين وأقصد بهم مدينة تكريت، كان هنالك في السنوات الماضية يعني شبه عزوف عن المشاركة في العملية السياسية. حسب يعني آراء المطلعين والمراقبين لم يكن لديهم قناعة بمشروع سياسي معين، لكن اليوم يعني بعد سنوات طويلة هنالك قناعات كثيرة تغيرت يعني على الواقع العام في ساحة المدينة. هنالك مرشحين كثر يعني من أهالي مدينة تكريت، شخصيات محترمة وكفاءات، ولكن يعني هنالك أصوات خافتة يعني تدعو إلى المقاطعة وعدم المشاركة لأسباب كثيرة، يعني هذا واقع طبعا نتحدث به، ولكن يعني المنصفين ويعني المطلعين على يعني حيثيات العملية الديمقراطية والمشاركة يعني في صنع القرار يدعون يعني إلى المشاركة بكثافة خلال هذه الانتخابات. هذه الانتخابات مفصلية لكثير من الفئات التي كانت فيما مضى يعني مهمشة نوعا ما، كثير من المدن لم يكن لديها استحقاق انتخابي يعني على مستوى التمثيل في مجالس المحافظات. ومن هنا من منبر قناة صلاح الدين الفضائية، طبعا عدو أهلنا في كل محافظة صلاح الدين وليس فقط مدينة تكريت، إلى الخروج والإدلاء بأصواتهم وإداء ما عليه من استحقاق وطني واجتماعي وأخلاقي. التغيير للأفضل يأتي عبر صناديق الاقتراع، بالتأكيد اختيار الشخصيات المحترمة، اختيار الشخصيات التي لديها تأثير حقيقي في الساحة يعني الساعة الجماهيرية، انتخاب الشخصيات التي لديها تاريخ سياسي أيضا مهم، يعني لأن تكون يعني الواجهة السياسية لمحافظة صلاح الدين واجهة محترمة ورصينة وقادرة على التغيير بشكل أفضل. أنا أشكرك زميلنا العزيز الأستاذ رياض الجابر على هذه المداخلة الرائعة وعلى المعلومات اللي خليتنا بيها وما يدور في مدينة تكريت عن يوم الاقتراع العام وانتخابات مجالس المحافظات المحلية المقبلة. كنت ضيفا عزيزا علينا عبر الهاتف، وشكرا لجنابك الكريم. جزيل الشكر دكتور. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. يعني مثل ما شفنا أستاذ مناف، نبذة مختصرة عن ما يجري في مدينة تكريت، وهناك إقبال من قبل المواطنين نحو صناديق الاقتراع من أجل انتخاب الأصلح. سؤالي، كيف يمكن ترسيخ الديمقراطية أو مفهوم الديمقراطية في تشكيل الحكومات المقبلة؟ وهذا الموضوع هو من صلب أهدافكم اللي تأسست عليها مؤسستكم يا أستاذ. طبعا هو يعني إذا نحلل الموضوع الديمقراطية هو اختيار الأكثرية. الأكثرية يعني الأغلبية أو الأكثرية. نعم. اختيارات الأكثرية اللي تحدد توجهات في دولة معينة أو حكومات معينة أو يعني مؤسسات معينة. هذا مفهوم البسيط. أحيانا الاختيارات تكون بالأغلبية أو الأغلبية البسيطة أو بالأغلبية العظمى يعني. زين. وأكون لا، بس أكثر الأحيان اللي يصير عندنا حقيقة هو اختيارات ليس يعني متفق عليها بشكل عام. هي اختيارات مثل يعني اليوم أنت ماذا تشوف جهة معينة قالت أنا اليوم خلينا نقول الجهة الشعبية الأولى، وهذا من موروث ومعتقد وما يتميز به الشعب العراقي. طيب. العراق هو هذا. هو بأكثر من مكون، بأكثر من ديانة، بأكثر من قوم. نقول عليه شدة ورد. شدة ورد جميلة. شدة ورد. فهنا البعض من نقول إحنا اليوم تنوع وليس اختلاف، لازم نركز على هذه القضية. فعلا. هذا التنوع يجب أن يكون يعني عامل قوة. كيف يكون عامل قوة أستاذ أحمد؟ طيب. أنه يتم توظيف العملية الديمقراطية في كل شيء، توظيف صحيح بعيد عن الإقصاء. ليش ما متوظف اليوم في مكانها الصحيح؟ لا يعني في بعض الأحيان في بعض الأحيان تكون هناك عمليات أخرى يعني تخلي الكثير من أطراف معينة يبدأ عليه ملاحظاته، لكن هذه بدنا نتكلم إحنا باتجاه الطبقات العليا. واضح. لكن المواطن شيرين اليوم المواطن يبحث عن من يحرك الشارع، ومن يحرك الشارع
من يمتلك برنامج مكتوب منفذ على الميدان، ليس شعارات فقط. ممتاز. فالعملية الديمقراطية هي عادة تتحرك من خلال قادة الفكر، قادة الرأي المؤثرين. جيد. تتحرك من خلال الماكينات والمؤسسات الإعلامية. جيد. أيضا تتحرك من خلال قصص النجاح. يعني اليوم أنت لازم عندك ناس يسوون مجاميع ضغط بخلال التواصل. المشكلة أستاذ أحمد اللي هي نعاني من عدها أنه بعد الانتخابات معظم الكتل والأحزاب الموجودة طيب وكأنه محل وعزل. يعني بعد ما فاز بعضوية المجلس أو لربما يعني هذا أفهم من جوهر كلامك أكو بيهم حتى غيروا تليفوناتهم وبعدوا عن الناخبيهم ومواطنيهم. بعضهم رجع للحضن الحزبة، بعضهم لا يملك القدرة على قيادة الآخر. يعني يشارك مرة أخرى ودي يأخذ هذه. خلاص هو صار فراز حالة، خلنا نتفق عليها. إحنا في مؤسستنا نبحث عن تمكين هؤلاء الأفراد، عن نقولهم يا أخوان قيادة العمل الجماعي هو الصحيح، القيادة المؤسسية لازم عندك قدرة على التخطيط، تخطيط استراتيجي، رسم الأهداف، قيادة الأقران، قيادة الآخرين. اليوم هذا الموضوع اللي نحتاجه في أشخاص معينين حقيقة، وإلا أنت اليوم البلدان عندما تنهض أستاذ أحمد طيب. تنهض مو بس صناعيا ترى، تنهض صناعيا وثقافيا وفنيا فعلا. ورياضيا وترى سياسيا على مختلف القطاعات والمحاور. فالسياسة ليش وكأنه السياسة خلنا نعتبرها صنعة، خلنا نعتبرها احتراف. ليش إحنا نعتبرها وكأنه المنطقة المحرمة، المنطقة المظلمة؟ وهذا هذا المفهوم. وانت هذا الشخص فهمناها بالخطأ، هذه الشريحة هي التي تقودك أربع سنوات. زين هذا غير منطقة محرمة، غير منطقة مظلمة. كلام جميل. فإحنا نحتاج توعية. الوعي هو رقم ترى الوعي. يعني الفرق كبير جدا بين الواعي والمثقف. هل البيئة كانت مهيئة لإجراء هذه الانتخابات برأيكم يا أستاذ مناف؟ على الرغم من وجود أحزاب لها ثقلها في الشارع السياسي قاطعت هذه الانتخابات لسبب أو ما، هل كانت البيئة مهيئة على مود يجري هذه الانتخابات؟ أم هو خلنا نقول شنو هي معايير البيئة المهيئة؟ متى كان العراق مهيئا؟ هو السؤال الأهم هنا. زين أنت في خضم التحديات المستمرة أستاذ أحمد طيب، فما راح تجيك هاي البيئة. احنا هذا نشوف حقيقة. يعني تعايش مع الواقع. احنا اليوم في يعني احداث غزه وحدها تخليك فعلا. تخليك تعيد الفيدباك مالتك الاف المرات. اليوم احنا وين رايحين؟ فاحنا اليوم نتكلم عن فرصه، فرصه موجوده. نتكلم عن انه بيئه تكون مهيئه بالمستوى اللي بالك وبالي، هذا احلام جيد، لكن احنا نغتنم انصاف الفرص. وقلنا من يدخل 5% 10% اليوم باكر هاي تصير نسبة مضاعفة 20-30% فعلاً. وهذا الخير الموجود. لكن مثلا نقول اكو نوع من الوعي انه تحول التنافس الميداني والتنافس الحزبي والسياسي الى تنافس اصوات، هذه موجودة. كل شخص له رأي، طبعا الديمقراطية تحتم عليك تحترم رأي الاخر اكيد، اذا كنت مقاطع كيد. مقاطع لا كان عندك رأي اخر ليعبر عن رأيه بحالة ديمقراطية استاذ احمد، ليعبر عن رأيه بكل صراحة، سيما انه ما كل يوم يمكن سقوف معينة لنسبة المشاركين من أجل يعني تشكيل مجالس المحافظات. يعني تعرف أنت قانون الانتخابات سانت ليغو وما شابه، حسب قانون الانتخابات يقول لك اليوم عن النسب تشترك اليوم أكو نسب معينة معتمدة. سيد مناف، ماذا بعد تشكيل مجالس المحافظات؟ أوكي احنا اليوم نعيش أجواء الانتخابات وتصويت خاص واقتراع عام، اليوم احنا قاعد طالعين بالهواء ونثقف ونجري الحوارات من اجل يعني ذهاب المواطن الى صندوق اقتراع واختيار الشخصيه الكفوءه من اجل ان تتشكل الحكومات المقبله. طيب ماذا بعد الانتخابات؟ ماذا بعد تشكيل الحكومات المحليه؟ خلينا نتفق على قضيتين وهي الرؤيه السياسيه والرؤيه المجتمعيه. طيب الرؤيه السياسيه انه الاحزاب اللي أكثر أنا باعتقادي معظم الأحزاب زين راح تعيد رؤيتها وهيكلتها بناء على نتائج حساباتها من جديد 100% 100% طيب راح تعيد، لأنه حتى أعضاء البرلمان وقيادات الأحزاب جابوا ناس قريبين عليهم رشحوهم جي. ففي حالة الفوز راح يقوى، في حالة الخسارة والمواطن بعد صار عنده وعي ودراسة، بعد ما يرحم يقول أنا وصلت اليوم دكتور أحمد أو أستاذ مناف إلى سلطة القرار، أريد من عنده خدمات مثل ما أنا وصلت بصوتي وانطيته صوتي على مود يوصل
فهذا ردين لازم يقدم لي الخدمات اللي أنا أريدها. هذا اللي أفهمه من جوهر كلامك يا أستاذ. هذا حقه. لذلك هي نفسها الأحزاب وأنا عندي معلومات أكثر من جهة ده تعيد تكوين نفسها بعد انتخابات مجالس المحافظات، وهذه فرصة لأنه تقريبا عنده سنتين يستعد بها جيدا لمن؟ لمجلس النواب القادم. لكن هل سيبقي هذا الحزب أو ذاك على هذه القيادة الهرمية المتراكمة؟ هذا اللي نتمنى أنه الشباب يأخذون فرصتهم. هذا حقيقة نصيحة للكتل جيد. لا تخلي الشباب مادة انتخابية، خليه مشروع. بالنسبة للرؤية المجتمعية هي الأهم حقيقة بالنسبة لنا، واضح أنه المواطن يجب أن تكون هناك جهات تعمل على زيادة الوعي مثل قناتكم اليوم، القناة هذه الغير مسيسة والغير متحزبة والغير مشمعة بلون معين، ممتازة جدا أنه تكون هي منهل للوعي جيد. فلذلك اليوم هذا دور الإعلام، قيادات مجتمعية لازم تشتغل، منظمات المجتمعية لازم تشتغل. نعم. يا مواطن احنا خلينا نشتغل على المدارس، المعاهد، الجامعات، دور هذا كليتها. فالوعي الوعي مسؤولية المجتمع حقيقة، لا ننتظر طبعا هي الدولة والحكومة وغيرها، لكن احنا جزء. فهذه فرصة. هل اليوم عندك مؤشر مجلس المحافظة؟ خل نروح باتجاه الدور الرقابي والدور الخدمي. خلي يكون المواطن واضح يطالب بتفعيل الدور الرقابي للمحافظة فعلا. أي مشاريع فساد، أي مشاريع عليها مشاكل، أي مشاريع عليها شبهات أروح أطالب مجلس المحافظة متابعتها، وأي خدمات أروح باتجاهها عضو الفلاني، وأنصح أعضاء اللي فايزين إن شاء الله، يعني أعضاء نتمناهم أنا وياك دكتور آمين، لا تصير مثل عضو البرلمان مدير بلدية، صير ممثل عن الشعب. أنت عضو مجلس محافظة، أنت تروح باتجاه اقرار الخطط متابعتها، وضع الرقابات لها، وتكون ممثل الكل. انا مو شرط اليوم انا ابن الكرخ ما اشتغل بالرصافه، هذا الـ هذا الـ هذا الشيء معيد عن المحسوبيه والمنسوبيه. لا مو لانه انا فوزت اليوم فزت اخدم اليوم جميع محافظات، خلاص انا اخدم ناخبيني بالدرجه، انا ما اسال واخدم الاخرين انتخب يعني انتخبتني او اعطيتني صوتك او لا، جيت ودقيت بابي تريد من عندي خدمات انا يجب ان اوفرها. طب ما أمثل فئة معينة، حتى سياسياً لك أحسن والمسوع. دكتور اليوم إذا أريد أبني مشروع سياسي حقيقي اللي تكلمت عليه، انتخابات اليوم اسمها الدائرة الواحدة، يعني المحافظة صحيح. كلها في سلة واحدة فعلاً. فأنا ليش أنظر هذه النظرة؟ وأنا كان عتبي على كثير من الأصدقاء اللي صعدوا مجلس نواب، هسه عانوا بصراحة. انتخابات الماضية كانت مناطقية، نعم دوائر، نعم متعددة، نعم دوائر متعددة، نعم. اليوم بين ضعف الدائرة الواحدة، يعني أبو جنوب بغداد ما عنده أصوات في غربها وشرقها والله اللي يريد يخدم أستاذ مناف خلي يخدم بمستوى واحد وبمسافة واحدة من الجميع، بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية. إذا أريد يبني مشروع سياسي حقيقي خلال الفترة المقبلة. طبعا الكلام معك جميل أستاذ مناف، وهذا ما يسمح به وقت برنامجنا في هذه التغطية، لكن بدقيقة لو سمحت، بماذا تنصح مواطنينا الكرام سيما تفصلنا ساعات قليلة على غلق مراكز الاقتراع؟ دائما كلمة من جنابك. شكرا دكتور. دائما أقول هذه فرصة، فرصة. كل أربع سنوات وخلال تواصلكم في الأربع سنوات تذكر الأربع سنوات الماضية شنو اللي احتاجيته، أحسنت، شنو مر عندك أزمة، أحسنت، نعم، ومنو اللي حللك إياها وشون انحلت، وليش تبقى أنت وكأنه طارئ على أبواب الأحزاب السياسية؟ اطلع اذلي بصوتك، طيب ليه مثلك حقيقي حتى لو كان دون المواصفات اللي تكلمنا بها دكتور، لكن انت اختاريت شيء جيد زين يساهم في عملية تغيير واقعك. وأنا بالنهاية أشكركم، أشكر هاي القناة المحترمة وهذا البرنامج الرائع، وشكرا جزيلا لجنابك، وشكرا على هذه المعلومات اللي أسعفتنا بها وأسعفت بها مواطننا الكريم. وإن شاء الله يتجدد اللقاء بحضرتك بعد الانتخابات ونقعد نفصل النتائج ما لها وما عليها إن شاء الله تباعا. فكل الشكر والتقدير للأستاذ مناف الجنابي رئيس مؤسسة جيل المواطنة للتنمية ودعم الديمقراطية. شكرا جنابك الكريم. شكرا دكتور. شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. انتظرونا في تغطيات أخرى على مدار الساعات المقبلة مع الزملاء ياسين الربيعي وزميلي وليد المدني، فلا تبتعدون عن شاشة قناة صلاح الدين الفضائية،
وخلوكم ويانا، إلى اللقاء.